انا اسمي طارق رخا، كنت في الاول كان نفسي ابقى المحاضره دي موجوده في جامعه القاهره مكان ما انا اتخرجت بكالوريوس وماجستير، وفي هنا معيده نورهان عبد الرحمن كانت بتساعدني جدا في الموضوع ده، ودكتوره رغد مفيد ودكتوره سحر عطيه رئيس القسم دلوقتي. فانا حابب اشكرهم في الاول على مساعدتهم ليا، لكن انا النهارده عشان الظروف اللي احنا فيها حركنا المحاضره للساقيه. يعني باشمهندس الصاوي مشكورا سريعا جدا ساعدني في الموضوع ده، فانا حابب اشكره برضو في الاول في البدايه. انا النهارده هيبقى كلامي موجه لطلبه العماره اللي عايزين يدرسوا دراسات عليا في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا. يعني انا مش هتكلم على اوروبا او استراليا أو اي حاجه، هتكلم على امريكا بالذات. في حبه مناطق اوفرلاب، يعني هيبقى في مناطق متطابقه مع بعض، والموضوع محتاج اجتهاد جدا من ناحيه اللي عايز يتعلم حاجه زي كده. فارجو ان انتم تبقوا مستفيدين. انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده. انا جيت جاي اجازه وكان لازم اوصل المعلومه دي، لان في ناس كتير قوي ساعدتني لما انا كنت بقدم شخصيا، وناس عددهم يعني كتير، فحتى مش هقدر اشكرهم اسم اسم، لكن انا حابب ان انا اوصل لكم المعلومه دي عشان انا عارف قد ايه قيمتها كانت بالنسبه لي لما انا حصلت عليها يعني. فانا حابب اشكرهم، ان ما كانش بالاسم هشكرهم ضمنا، وارجو ان انتم تكونوا مبسوطين النهارده. وانا يعني اسلوبي النهارده هيكون الاسئله ممكن تتسال في نص الكلام، بس لازم يكون سؤال مهم قوي. يعني لو ينفع نخلي الاسئله للاخر كويس، بس لو في حاجه خلاص مش قادره تتفهم ارجوكم قطعوني، انا مش هبخل عليكم باي حاجه. وانا هبتدي بان انا اتكلم على نفسي الاول واللي حصل معايا انا، وهنخش في تفاصيل ازاي الواحد يبتدي يفكر ويدور في الموضوع ده لحد ما يوصل ان شاء الله للنتيجه اللي محتاجينها. انتوا سامعيني كويس؟ صوت كويس؟ طب الحمد لله. طيب انا الاول كنت طالب بكالوريوس في جامعه القاهره، اتخرجت سنه 2007 واتعينت طالب باحث. اللي فيكم ما عرفش طالب باحث ده اللي هو كان المفروض يبقى معيد والرانكينج بتاعه مش من الاوائل، فبيشتغل طالب باحث فتره معينه ويدرس. اشتغلت طالب باحث لمده ترم بالظبط. بعد كده جالي فرصه ان انا وانا بشتغل مهندس معماري ممارس، جالي فرصه ان اروح الجامعه الامريكيه واشتغلت هناك معيد، واشتغلت طالب باحث برضو في بحث ممول، ومنه عرفت الاسلوب للتقديم شكله عامل ازاي والاحتياجات اللي بنبقى محتاجينها. وقدمت على جامعات، قدمت على عدد كبير 15 تقريبا، اتقابلت في حبه منهم هارفارد يونيفرسيتي. دي كانت اول خطوه ليا، انا رحت الجراديويت سكول اوف ديزاين الجي اس دي وكنت طالب دكتوراه هناك. وبعد ما رحت كانت المنحه بالنسبه لي منحه مش كامله، فبعد اول سمستر اتنقلت مع المشرف بتاعي من هارفارد لام اي تي، وهناك كانت المنحه كامله عشان انا اثبت ان انا اقدر اشتغل على مستوى الدكتوراه كويس. انا حابب ان انتوا تاخدوا الموضوع ده كحاجه تعليميه، مش نوع من انواع ان انا قدرت اعمل حاجه. انا واثق 100% ان كل الموجودين النهارده بما انهم خدوا اول خطوه انهم جم النهارده القاعه هنا عشان يسمعوا الكلام ده، انهم قادرين على انهم يجدوا طريقهم بالمره. وانا عارف ان في تخوفات كتيره جدا، فانا ان شاء الله هحاول اوجه كلامي كله على موضوع التخوفات ده، منها التقدير. طبعا الناس كلها بتبقى مهتمه بموضوع التقدير. اول حاجه المفروض نفهمها لما نيجي نتكلم على التعليم العالي في امريكا هو ايه اصلا المؤسسه التعليميه الامريكيه. فانا مش هقدر اتكلم بتفاصيل قوي، انا هتكلم على من خلال كتاب انا كنت بقراه لحد دلوقتي، يعني بيتكلم على الانستتيوشنز الامريكيه اللي هي المعاهد التعليميه او المؤسسات التعليميه. في امريكا في تقريبا 3600 مؤسسه علميه ما بين جامعات خاصه وجامعات عامه، فالبابليك تلاقيه اقل من البرايفت. فبالتالي فهم الموضوع ده يمكن ما ياثرش قوي، بس يفيد انك تبقى عارف انهي نوع جامعات انت بتقدم عليها. التقسيمه دي انا جايبها من الكتاب اللي انا بتكلم عليه، اللي هو بيمنشن حاجه اسمها الكارنيجي فاونديشن. كارنيجي فاونديشن بتاع التعليم بتقسم الجامعات كتقسيمات، وبالتالي فهم التقسيمات ده يفيد، لان احنا كل اللي بنسمعه هو الجامعات الاسامي الكبيره. يعني احنا بنسمع عن هارفارد، نسمع عن ام اي تي، نسمع عن ستانفورد، لكن ما نسمعش عن الجامعات اللي هي بتكون يمكن على المستوى اللي انت محتاجه، ومش شرط هو اللي انت بتكون بتقدم عليه لانك ما سمعتش عنها. ففي اربع مستويات للتعليم. احنا عامه بنتعرض للليبرال ارتس كولجز اللي هي الجامعات اللي بتدي بكالوريوس،
ده زي الجامعة الأمريكية هنا. وعادة بنبقى عارفين عن الريسيرش يونيفرسيتيز اللي هي الجامعات ذات الأسامي الكبيرة اللي بتوصل اسمها لينا. وبيفوت مننا في النص الدكتورال يونيفرسيتيز والماستر يونيفرسيتيز اللي هي الجامعات اللي بتدي درجات الماجستير وجامعات اللي بتدي درجات الدكتوراه ما يكونش التخصص فيها دقيق في الريسيرش لدرجة انها تبقى واصلة لنا. فالأمثلة كده بيكون فيها كلاس 1 وكلاس 2، يعني في شق من اللي هو الأعلى من ناحية التمويل وشق أقل من ناحية التمويل سنة صغيرة. ده ما بيعيبش أي نوع من أنواع المؤسسات دي، بس لما نكون فاهمينها نبقى عارفين احنا بنقدم على أي نوع مؤسسة عشان نفهم إيه نوع التنافس اللي احنا بننافس عليه مع الناس اللي بتقدم من كل العالم. فمثلا في الكلاس 1 اللي هي MIT اللي أنا طالب فيها دلوقتي، دي جامعة خاصة ولها نوع أسلوب تمويل خاص هنتكلم عليه. ده بيكون في تفكير معين لان بيبقى فيها عليها المنافسه شديده لانها متعرضه ليها اكسبوجر كبير جدا، متعرضه لجميع يعني جميع الدول. لكن مثلا جامعه زي ريان سالر بوليتكنيك انستيتوت اللي هي RPI دي جامعه في نيويورك سيتي، وبالتالي هي في مدينه كويسه جدا، لكن احنا ما نتعرض لهاش لانها متخصصه جدا. فاحنا بيجي عندنا ناس خريجين من RPI يدرسوا في MIT لانهم متخصصين جدا. فبالتالي واحد لما يجي يفكر انا بقدم على انهي جامعه، لازم يفكر الاول في ايه نوع الجامعه اللي هو بيقدم فيها عشان يعرف هو لما يتخرج منها هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا احنا هنتكلم على انواع الدرجات المختلفه، ماجستير ولا دكتوراه والكلام ده، بس انا بتكلم على المؤسسه التعليميه نفسها في الاول شكلها عامل ازاي. الدكتورال يونيفرسيتي منها مثلا IIT اللي هي Illinois Institute of Technology، دي جامعه بتدي لحد مرحله الدكتوراه، والتمويل عندها الابحاث العلميه ما بيبقاش زي التمويل بتاع ريسيرش يونيفرسيتي، ولكن المنافسه فيها بتبقى اقل، فبالتالي فرص القبول تبقى اعلى. فلما تيجي تفكر في الجامعات اللي زي دي ما تفكرش بس في اسمها عامل ايه، تفكر في اسلوب التمويل والتنافس اللي انت لما تيجي تقدم هيبقى شكله عامل ازاي. منها كلاس 2 كمان مثلا يونيفرسيتي اوف نيو اورلينز، لما ننزل لمستوى الماجستير بقى تلاقي جامعات انت اول مره تسمع عنها زي RIT ومثلا على مستوى الليبرال ارتس كولجز اللي هي مثلا مستوى البكالوريوس، باكنر يونيفرسيتي، حاجات انت ما تفكرش فيها من الاساس لانك ما تسمعش عنها. فبالتالي لو اي حد فيكم بيبتدي يفكر على التقديم للجامعات لازم يشوف انهي نوع مؤسسه هو عايز ينضم ليها، وبالتالي هو هيقدم عليها ولا لا. طيب ايه بقى مصاريف التعليم ان جنرال لما الواحد يتقبل ان شاء الله ويجي يقدم؟ ايه بقى المصاريف المتوقعه منه؟ دي لستة يمكن تكون على قد ما هي يعني كتيرة هي بتكون شاملة، هو ده اللي أنا تعرضت له لحد دلوقتي. أول طبعا مشكلة بالنسبة لك هي التويشن اللي هو مصاريف التعليم نفسها ومين اللي هيدفعه وبيتكلف قد إيه. مصاريف التعليم للي فيكم عايز يعرف أرقام بالضبط ممكن تكون على أقل تقدير $5,000 إلى أعلى تقدير $60,000، فبالتالي ممكن حد يبقى قادر على ان هو يدفع المصاريف دي، وفي حد مستحيل يعني مهما حصل مش هيقدر يجيب الارقام دي، فبالتالي لازم يبتدي يفكر في موضوع المنح. كمان الهاوسنج انت هتعيش فين وبيكلف ايه، وفي كل مدينه بيختلف ازاي. يعني في مدينه زي بوسطن اللي انا فيها الرنت فيها عالي جدا، وفي نيويورك سيتي الرنت عالي جدا جدا، لكن مثلا في جامعه اسمها فيرجينيا تك دي موجوده في بلاكسبرغ فيرجينيا، الرنت فيها يعتبر مستواه اقل كتير لان اسلوب الحياه مختلف تماما. فالواحد لازم يبتدي يفكر في ايه ايجار او ايه المعيشه اللي هيعيشها هناك، الميلز او الوجبات اللي بياكلها او اللي هيمولوا على الاكل اللي هتموله عشان الاكل اللي هتاكله، الهيلث انشورنس، وده مؤثر جدا كارقام لان انت لازم لما تكون طالب في جامعه كويسه او حتى في اي جامعه لازم يكون عليك تامين صحي. لما تروح هناك اكيد هتشتري كتب وتبقى عايز تعمل مكتبتك، ومصاريف الترانسبورتيشن يعني انت هتعيش في بلد يا ترى النسيج بتاعها يسمح لك ان انت تتمشى او تركب عجل. يعني في حالتي انا بوسطن من الجامعات انا بركب العجله كل يوم الصبح عشان اروح الجامعه وارجع بالعجله، بس لو انت كنت عايش في حته زي فيرجينيا تك اللي هي في بلاكسبرغ فيرجينيا اللي هي فيها الايجار قليل هتلاقي ان انت محتاج عربيه او انت المواصلات ما ينفعش تعتمد عليها قوي او هي صعبه شويه، فبالتالي بتبتدي تفكر ايه المصاريف اللي هتدفعها في الترانسبورتيشن. كوميونيكيشنز يعني تكاليف الموبايل اللي هيبقى معاك، طبعا هتروح هتشتري لبس وهتشتري بيرسونال ايتمز، ولو انت جاي بمراتك وعيلتك ففي مصاريف للبيبي، في مصاريف خاصه ما ينفعش تمشي من غير فلوس، واكيد لازم هتبقى عايز تروح تتفسح، عايز تروح ملاهي ولا عايز تروح ايه. واخر حاجه اللي هي مكتوب عليها هيلب اللذيذه دي التاكسز، لان انت لما تروح هناك لو بقيت جزء من النظام الامريكي بتدفع ضرائب على المعيشه بتاعتك. كل التكاليف دي لازم تبتدي تفكر فيها وتفكر انت هتقدر تخطط لها ازاي، وبالتالي عشان كده بتفكر انت هتبتدي تمول ازاي. فلما تيجي نفكر بقى في موضوع التمويل، انا كل ده برسم الخريطه عشان لما اجي اقول لكم احنا هنقدم ليه
برسم لكم احنا بنفكر في ايه من ناحيه الفلوس، عشان هو انا عارف ان ده كل الهم اصلا. الهم مش في التقديم هنقدم، بس يا ترى هيتمول ازاي، هو ده اللي بنبتدي نفكر فيه. ففي موضوع الفاينانشال ايد اللي هو الاعانات الماديه، لازم نفهم الاول الجامعه بيجي لها فلوس منين، عشان نبتدي نفهم انت هتقدر تجيب فلوس ازاي. ده في النظام الامريكي، انا ما اعرفش النظام الاوروبي شكله عامل ازاي. الجامعه بيجي لها فاندز ستيت اند فيدرال، يعني من الفيدرال والولايه نفسها بيجي لها فلوس. بيجي لها فلوس من اندومنتس ودونيشنز، يعني بيجي لها فلوس من منح او تبرعات بالظبط كده. يعني الناس بتتبرع بفلوس للجامعه عشان هي متخرجه منها او لها صفه معينه انها عايزه تدي فلوس ليها، فبتدي الفلوس وبيترجم ده لدخل للجامعه. الدخل كمان بيجي من ريسيرش فاندنج، وهو ده الحاجه الاساسيه النهارده هنتكلم عليها. يعني ازاي الدوله او حبه شركات في الاندستري بتمول الجامعه نفسها عشان تعمل لها بحث علمي. فالموضوع ده هو اللي بيترجم ليه انت ازاي ممكن يجي لك فلوس من الابحاث. طبعا في ناس بتدفع تويشنز زي مصاريف جامعات في اللي بتاخد مثلا تاخد شهاده البكالوريوس او تاخد شهاده الماجستير. في ناس بتدفع او في دول بتدفع، ففي بعض الجامعات تاخد التويشن ده وتحوله على طول لمنح لناس ثانيه. وفي انفستمنتس، يعني الجامعه نفسها يبقى عندها اراضي او عندها مباني وتبتدي تاخد منها عائد. وطبعا في اساليب كتيره جدا الجامعه او المؤسسه العلميه بيجي لها تمويل. طب احنا ازاي نربط التمويل ده بالموضوع الفاينانشال ايد؟ الفاندنج او موضوع ان انت يجي لك منحه من جامعه في امريكا بيجي عاده من خلال ثلاث حاجات. انا هتكلم على اخر واحده دلوقتي عشان هي دي اللي مش معنديش فيها خالص، ما فهمهاش خالص. لونز، اللي هو الواحد ياخد قرض، القرض ده يا اما بيبقى من البلد اللي هو جاي منها او من امريكا نفسها ويسدد بيه المصاريف اللي عليه، وبعد كده يبتدي يدفعه على اقساط تقريبا بقيه عمره. فانا ما بنصحش قوي بموضوع القرض ده، وعشان ابقى واضح انا بتكلم بصفه شخصيه دلوقتي، لكن في مرحله ما هتكلم على ال MIT Egyptian Student Association اللي هم الطلبه اللي معايا كمان في MIT. بس في المرحله دي انا بحاول اركز على تجربتي الشخصيه. ففي طبعا لونز من امريكا او لونز مصريه، انا ما اعرفش اللونز المصريه شكلها عامل ازاي، ما تعرضت لهاش، فدي انا مش هقدر اتعرض لها النهارده. انما اسلوبين الفاينانشال ايد في ان جنرال بيبقى سكولرشيب، اللي هي منحه. المنحه دي ما بتقتضيش ان انت تشتغل، المنحه دي بتقتضي ان انت هتعمل دراسه معينه وبيدفع لك فلوس عليها، بتغطي كل التكاليف اللي احنا اتكلمنا عليها او على الاقل بتغطي جزء منها. ودي بتيجي من يا اما الجامعه نفسها او في امريكا، او بتيجي كانترناشونال فاندنج، يعني مثلا جهه معينه تمنح عدد من الطلاب المصريين انهم يدرسوا دراسات في امريكا، او بتيجي من جهه مصريه، وهنتكلم على الجهات المصريه في الاخر خالص. اما الامبلويمنت، وهي دي الكيس اللي انا تعرضت لها، ان الواحد يبقى بيشتغل كطالب وبيتعين يا اما ريسيرش اسيستنت او مساعد باحث، وبيدفع له مرتب شهري وبيغطي كل تكاليفه، او تيتشنج اسيستنت، يعني في التدريس بيشتغل معيد، او اون كامبس امبلويمنت، يعني بيشتغل في الجامعه نفسها في المكتبه، في المدخل، في يعني في فرص عمل غير مرتبطه بالوسائل التعليميه نفسها. طيب ازاي بقى نربط الفلوس اللي بتيجي للجامعه في كمؤسسه في امريكا والمنح اللي انت تقدر تاخدها منها؟ لما نبص كده نلاقي ان الانكم بتاع الجامعه من ناحيه المنح، من ناحيه التبرعات، ومن ناحيه الدوله نفسها اللي بتمنح الجامعه فلوس، او من ناحيه ان في مصاريف بتدفع، دي بتترجم للسكولرشيبس. والسكولرشيبس دي هي دي اللي بيكون فيها منافسه شديده جدا، لانها بيديها لناس معينه اثبتت نفسها، وبالتالي بيدوها فلوس يقولوا انت قادر دلوقتي على انك تعمل البحث بتاعك بنفسك، واحنا بنديك المنحه دي عشان تعمله من غير ما تبقى تشيل هم اي حاجه ثانيه. وممكن كمان تترجم لامبلويمنت، ان انت تتعين كمدرس في التدريس، وعاده الناس اللي بتشتغل في التدريس بيوصلوا اول سمستر ما بيشتغلوش، بعد كده من ثاني سمستر بعد ما بيثبتوا نفسهم بيقولوا خلاص انت تقدر تدرس. وفي بعض الكورسات مش شرط في مجال العماره بيبقى التيتشنج ده ريكوايرمنت، يعني انت لازم تشتغل في التدريس كانك انت خريج من البرنامج بتاعهم، يبقى انت لازم تكون اخذت تجربه التدريس. وكمان الاون كامبس امبلويمنت، انا في تجربتي الشخصيه مع اني جالي عرض شبيه لده اللي هو اليو اس سكولرشيب، شايف ان ده ساعات بيبقى معطل للريسيرش بتاعك، لانك بتاخد الفلوس وما تشتغلش. فاكتر حاجه تبقى مربحه ليك ومربحه للجامعه في نفس الوقت انهم يدوك ريسيرش فاندنج. وهو عشان كده النهارده هيبقى كلامي على ازاي انت
تقنع الجامعه ودكتور معين في الجامعه ان هو يقبلك على منحه هو اخدها، والمنحه دي بتدي فلوس للطلاب انهم يشتغلوا معاه في نقطه بحثيه معينه، وبالتالي بتبقى منتج وتقدر تحول الانتاج بتاعك ده لدراسات اللي هي سواء كانت الماجستير او الدكتوراه. فبالتالي الحته دي مهمه، ان انا النهارده هيبقى معظم كلامي على انت ازاي هتشد انتباه فاكلتي معين، هتشد انتباه دكتور معين هناك. طيب لما تيجي نفكر بقى في ايه الجامعات اللي انت عايز تفكر فيها في الولايات المتحده، عاده في كده كم اسم بيعدوا هيعدوا عليك اللي انت سمعتهم كذا مره، منهم مثلا هارفارد. هارفارد واخده الرانكينج نمبر 1 كجراديويت سكول اوف اركيتكتشر. بس ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم بيطلعوا معماريين ممارسين كدرجه اولى، لكن اللي احنا بنبص عليه عاده بيبقى الابحاث العلميه، الا لو انت عايز تمارس، ودي هنتكلم عليها، عايز تمارس العماره دي لها تفكير تاني. فلما تيجي تبص على الرانكينج ده هتلاقي هارفارد وكولومبيا وييل، والناحيه الثانيه رقم 14 كانزاس ويو بن، اسامي كبيره. بس هي هتفرق انت دخلت نمبر 1 ولا نمبر 2. تجربتي الشخصيه انا دخلت هارفارد ودخلت ام اي تي، هي انت هتتناسب شخصيتك معاها ولا لا، يعني انت هتنبسط في الجامعه دي ولا لا، وهتطلعك بانهي نوع من انواع انا اسف في اللفظ بس هو ختم، يعني انت هتتخرج مختوم من جامعه معينه، لك اسم معين، يا ترى الاسم ده يرتبط بايه؟ فمثلا ام اي تي لها شهره في موضوع الكمبيوتيشن او الدراسات باستخدام الحاسب ولها رانكينج عليه، فلما تيجي تبص على الترتيب ده ما يفرقش معاك في حاجه، انت لو اتخرجت من ام اي تي وانت متخرج من المجال بتاع كمبيوتيشن او المجال بتاعي انا اللي هو بيلدينج تكنولوجي اللي هو تكنولوجيا البناء والكفاءه الطاقه في المباني، انت خلاص اسم ام اي تي بالنسبه لك بقى هو ده الاسيت بتاعك، هو ده الحاجه اللي هتخليك تكمل باسمها. لو اتخرجت من يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا بيركلي ده لها معنى تاني خالص، فلازم تبتدي تفكر في ايه معنى الجامعه اللي انت بتقدم عليها بالنسبه لك في مستقبلك، وايه اهدافك انت، وهنتكلم على موضوع الاهداف ده على طول دلوقتي. فانا اتكلمت على هارفارد وتجربتي فيها، هي موجوده اتكلم عليها عشان تجربتي الشخصيه بحيث ان لو حد عنده اي اسئله ليها اهلا وسهلا. طبعا الجامعه متخصصها في التصميم المعماري، وبالتالي انا كان وجودي فيها في مجال كفاءه الطاقه ما كانش الانسب، كنت مبسوط قوي مع المشرف بتاعي، وبالتالي لما هو عرض عليا ان انا اتنقل لام اي تي اتنقلت على طول، ما فكرتش في الموضوع خالص. وام اي تي لها طابع خاص وده اللي انا هتكلم عليه النهارده، انا البريزيدنت بتاع الام اي تي ايجيبشن ستودنت اسوسيشن او رئيس اتحاد الطلاب المصريين في معهد ماساتشوستس التكنولوجيا، وطبعا احنا بنقول معهد وهي معهد بس يعني ده ما يعيبش في حاجه، يعني احنا عندنا دايما احنا وبتوع هارفارد في بوسطن بيبقى عندنا دايما خلاف على هل هي معهد ولا جامعه، وهم بيتريقوا علينا واحنا ما بنعرفش نرد فخلاص يعني، بس لها طابع خاص لانها كلها تحت مبنى واحد وبالتالي كلها مترابطه. وانا الحقيقه مبسوط في وجودي في ام اي تي، انا بتكلم بالنيابه عن الام اي تي ايجيبشن اسوسيشن النهارده، فلو في اي حد مش بيدرس عماره وعايز نتواصل عشان نعرفك بالطلبه اللي هناك، احنا طبعا اهلا وسهلا بيكم، وانا لو ما حطيتش الايميل في الاخر هديه لكم يعني، وهكلمكم النهارده على تجربه التقديم في الجامعات بشكل عام مش بس في ام اي تي، بس هوريكم كمان البروجرامز اللي موجوده في ام اي تي شكلها عامله ازاي. ده البورد بتاع الايجيبشن ستودنت اسوسيشن، دول الناس اللي انا بشتغل معاهم. مريم عبد العظيم طالبه ماجستير في العماره الاسلاميه، عندنا بروجرام اسمه العماره الاسلاميه هناك، متخرجه من اي سي، هي قالت لي اقول لكم انتوا عايزين تتصلوا بيها طبعا انا هوصلكم بيها. اسلام حسين ده ريسيرش ساينتست في بيولوجي، فطبعا مجال مختلف تماما. عمرو عبد الظاهر، في هنا ناس زملائه انا عارف جم كلموني، طالب دكتوراه في كمبيوتر ساينس كورس 6 اللي هو اشهر كورس في ام اي تي. محمد صيام ومريم علام الاثنين معيدين في جامعه القاهره، هو برده عمرو عبد الظاهر معيد في جامعه القاهره، الاثنين بيدرسوا هندسه الري اللي هي تبع سيفل انجينيرنج. احنا مش بس كده، احنا تقريبا بنوصل ل 20 او 25 طالب، انا مش قادر احدد لان في ناس جديده دخلت علينا السمستر اللي جاي، واحنا كلنا لنا النهارده رساله واحده وهكررها لكم 1000 مره، رغم ان كل اللي انا قلته ده يبان ان هو يخوف، احنا هدفنا انك ما تخافش وقدم في ام اي تي، ودي على مسؤوليتنا ان انتوا تقدموا، واحنا هنساعدكم على قد ما نقدر. وطبعا انا مش بس بتكلم على ام اي تي النهارده، انا بتكلم على كل الجامعات والدراسه العليا بشكل عام في امريكا. هدفي النهارده ان احنا نكسر حاجز الخوف. احنا بالنسبه لنا اكتر حاجه بتبقى متعبه لاي حد بيجي يقدم انه خايف، يجي يبص على الجامعات يقول انا مكاني فين وسط دول، ده مش حقيقي. واتقال لي انا قبل ما انا اخش اتقال لي مش هتتقبل من كذا حد لان عندهم طلبات مختلفه، مش حقيقي بالدليل اهو. ف
انا حابب ان النهارده نكسر موضوع الخوف ده بان احنا يبقى عندنا علم عن البروسيس شكلها عامل ازاي، اسلوب التقديم شكله عامل ازاي. نبتدي بقى الكلام، لان انا كل ده كنت بمهد لكم. بس يعني النهارده انا هتكلم على ثلاث حاجات. هتكلم على ازاي تحضر للتقديم، ازاي تقدم، ولما يجي لك الديسيجن ازاي تتعامل معاه. ده كده البروسيس بتاعه التقديم ان جنرال. هيبقى في حبه تركيز على موضوع العماره في ام اي تي، بس انا هتكلم على دراسه العماره بشكل عام. طيب اول سؤال لازم تساله هو انا ليه هدرس بره؟ يعني انا ايه اللي يخليني اتعب نفسي واقدم وابقى عايز اسافر بره؟ في المرحله دي بالذات في مصر السؤال ده ممكن يكون اجابته مختلفه تماما عن اللي كان في مخي وانا بقدم، ودي حاجه وحشه جدا. فبالتالي ارجوكوا حاولوا تصلحوا النيه. مش عايز اسافر عشان مفيش شغل، مفيش حاجه اسمها كده، او مش عايز اسافر عشان ظروف البلد، مش هتعرف. انا كانت نيتي هي نيه واحده، انا عايز اتعلم. وانس انك هتصفيت في نيتك انك عايز تتعلم، واي حد سالك انت مسافر ليه، انا عايز اتعلم، بعد كده راجع مش راجع ده موضوع تاني نتناقش فيه، انا عايز اتعلم كده، انت صفيت نيتك وابتديت اول خطوه. خلاص انا هبتدي ادور على هتعلم ايه. طب ليه كمان ممكن اقدم؟ عشان انت هتبقى ريفايند، هتبقى خلاص واحد قررت انك تتخصص في شيء معين. الشيء المعين ده ممكن يكون في انتيريور ديزاين او في فابريكيشن، او اللي هو نظم الاستخدام الحاسب في انتاج الاشكال. ممكن تكون كمان سيلكتيف، انت بتنقي المجال اللي انت بتشتغل فيه وبالتالي بتبقى متخصص. كل دي حاجات هتفيدك في الكارير بتاعك في مستقبلك. لو انت معيد في الجامعه يعني مبروك، لازم تعمل دكتوراه. فانت هتعمل ايه؟ هتقعد تشتغل معيد مش هتعمل ماجستير ودكتوراه؟ لازم هتعمل دكتوراه. طيب مش احسن انك تعمل دكتوراه في مكان يقدر يوسع مداركك ويعلمك عن ثقافه بلد معينه، وبالتالي لما ترجع ان شاء الله وتدرس في الجامعه تقدر تفيد البلد وتفيد المؤسسه اللي انت فيها. طبعا ده بيترجم كمان للناس اللي عايزه تدرس في جامعات خاصه، وانا كنت منهم. موضوع الادج، ان انت دلوقتي كواحد متخرج من جامعه معينه ولك اسلوب معين في التعامل ولك تخصص معين، بقيت بتفرق نفسك عن المجموعه المختلفه اللي بتدرس الدراسات المختلفه او اللي درست بكالوريوس العماره واشتغلت. مش شرط يكون ده الهدف بالنسبه لواحد عايز يدرس عماره، ان هو عايز يبقى له ادج معين، بس هي حاجه من الحاجات المكتسبات اللي انت هتاخدها وانت مش واخد بالك. تجربه انك تعيش في بلد تانية، تتعامل مع كلتشر تانية، وتتعلم اسلوب التعايش مع ناس تانية، هيفتح لك ابواب كتيره جدا في اسلوب في تفكيرك وفي تقبلك للناس وفي تقبلك للحياه. فبالتالي دي تجربه حياتيه تكون مفيده جدا ليك، وان شاء الله لما تتقبل هتكتشف ان دي واحده من الحاجات مش قليله لازم تفكر فيها، ان انت عايز تدرس في حته وتعيش في بلد معينه. ده غير طبعا انك هترفع من مقدرتك دكتور فلاني ودكتور علاني. انا ارجوكم ما حدش يقول يا دكتور طارق انا مش دكتور. طيب انهي ديجري؟ وده السؤال بقى اللي بيلخبط ناس كتير خصوصا في العماره، لان ما فيش نوع ماجستير واحد. يا ترى لو انا عايز خلصت بكالوريوس وعايز ادرس ماجستير، في كم نوع ماجستير؟ اللي انا كاتبهم دول مش كفايه، اللي انا كاتبهم دول بس بدايه التفكير. اللي مشهوره قوي واللي احنا متعودين عليها هي الماسترز اوف ساينس، اللي هي ماجستير في خلاص هي دي اللي بنعملها في جامعه القاهره، بنعملها في عين شمس، بنعملها في اي حته. بس اللي بعديها اللي هي ماستر اوف اركيتكتشر، هي دي درجه الماجستير اللي الواحد بيتلخبط فيها، بيشوف ان اسمها حلو قوي ان هي ماجستير العماره، بس هي معناها ايه؟ هي معناها ان انت عايز تمارس العماره في امريكا. فبالتالي دي مدخلك لان انت انا غطي عليك، مدخلك ان انت تدرس العماره عشان تمارس مهنه العماره في امريكا. وبالتالي بيبقى شكلها مختلف تماما عن الماسترز اوف ساينس. الماسترز اوف ساينس بتعمل رساله علميه لها نقطه بحثيه معينه، وبتتعلم اسلوب البحث العلمي، ومنها بتنتج الرساله وبتنشر منها ابحاث لها علاقه بعلوم العماره. الماسترز اوف اركيتكتشر مش شرط خالص، بالعكس انت بتخش استوديو وبتاخد كانك اخدت مشروع التخرج وهتمده سنتين قدام او ثلاثه قدام. الماسترز اوف اركيتكتشر الطبيعيه اسمها ام ارك 1، بتبقى مده الدراسه فيها عاده 3.5 سنين، لان اسلوب الدراسه في امريكا مختلف عننا. مفيش البكالوريوس الخمس سنين، البكالوريوس عندهم 3 أو 4 سنين، وبعد كده لازم تكمل بماجستير لو اشتغلت في النص. ومش لازم قوي، انا شفت ناس ما بتعملش ماجستير وبتمارس عادي خالص المهنه وما فيهاش مشاكل. بس هي دي بتبقى مدخلك للامتحان بتاع الممارسه، لانك لما تيجي عايز تقول انا همارس العماره في امريكا بتمتحن امتحان معين وبتاخد يونتس معينه بتاعه التدريب. يعني احنا عندنا في بلاسنج كبيره قوي، في بركه كبيره جدا، احنا اول ما نتخرج على طول بقينا مهندسين، تعيننا في النقابه وتقدر تمارس وتمضي على اللوح. دي كارثه. بس يعني هناك لا، لازم تمتحن ولازم يبقى لك عدد معين من الساعات اللي بتعملها على مدى سنتين او ثلاثه، ان انت اشتغلت انترن، اشتغلت متدرب
في شركه معينه او في مكتب معين، وبالتالي هتقدر تمارس العماره. في بقى الماسترز المتخصصه اكتر شويه، ماسترز اوف ديزاين او ماستر اوف ديزاين. الماستر اوف ديزاين دي مثلا ديجري بتديها هارفارد، بتبقى في دراسات علوم التصميم، دي لها كلام ولازم الواحد يبتدي يدور فيها شويه. في ناس اللي مثلا انترستد في لاندسكيب اركيتكتشر، ماسترز اوف لاندسكيب اركيتكتشر، بالتالي المشاريع بتاعتك بتبقى كلها تخصصها ناحيه اللاندسكيب. ده كده موضوع الماجستير، وهنخش في تفاصيل الماجستيريات اللي بتدرس كمان في ام اي تي في النقطه اللي جايه. بس المرحله اللي انا فيها دلوقتي هي مرحله الدكتوراه. في عندك انواع كتير قوي من الدكتوراه، انا لميتهم في ثلاثه بس هم اكتر من كده طبعا. في دكتور اوف فيلوسفي، مسمى دكتور اوف فيلوسفي اللي هو البي اتش دي، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. دي بتبقى عاده في دراسه النظريات والتاريخ، ثيوري وهيستوري. يعني واحد بيدرس نظريات العماره دراسه على مستوى الدكتوراه، فبالتالي بيطلع علم جديد. او على مستوى الهيستوري فبيقرا 400 كتاب عادي جدا. ده بجد الرقم ده 400، ده مش تاليف، مش ببالغ يعني، 400 كتاب عشان خاطر يطلع بنظريه جديده في العماره، ويطلع بنظريه تربط التاريخ بالعماره. في الدكتور اوف فيلوسفي في التخصص اللي هي بي اتش دي سبيشالايزد، زي الدكتوراه بتاعتي انا البي اتش دي بتاعتي في بيلدينج تكنولوجي، التخصص بتاعها هو كفاءه الطاقه على مستوى العمران. فبتبتدي تشوف انهي بروجرامز اللي بتدي درجه الدكتوراه اللي انت مهتم بيها. وفي اخر بي اتش دي اللي هي انتر ديسيبلينري، وساعات بيبقى مسماها دكتور اوف ديزاين، اللي هي بتبقى انت بتربط بمجموعه تخصصات معينه وتقول انا هشتغل على دكتوراه التصميم. ودي انا مريت فيها في هارفارد، و في عليها يعني علامات استفهام على مستوى مصر، ان انت اخذت دكتوراه في الدكتوراه اوف ديزاين اللي هي مش بي اتش دي، فيا ترى دي معناها ايه؟ بس اسمها دي داز ساعتها، يا ترى دي معناها ايه في مستقبلك؟ انا بنصح اي حد انه يقدم على الدرجه اللي هو عايزها، وربنا هيسهل بعد كده، بدليل ان في ناس خدت ام ارك ورجعت مصر وحولت الام ارك بتاعتها لاماس، منها عملت ماجستير كرساله وهي بتشتغل على الام ارك او هو بيشتغل على مارك، وحولها رساله وعادلها. فبالتالي انا بنصح كتجربه شخصيه ان انت تقدم على الدرجه العلميه اللي انت نفسك تدرسها، وبعد كده موضوع ترجمتها لايه، هيحصل ايه في مصر، تبتدي بقى تفكر فيها هتعمل ازاي as you go. في حالتي انا الحمد لله اتنقلت من دي داز لبي اتش دي، فما كانش فيه تفكير. في ام اي تي بقى دي التخصصات عندنا، عندك architectural design، art culture and technology act، building technology، computation، history theory and criticism HTC. دي الدرجات اللي انت تقدر تاخدها من ام اي تي، مش بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. انت تقدر من الاول تقول انا هاخد بكالوريوس في البيلدينج تكنولوجي. ده معناه ايه؟ ده معناه انك لما تيجي تفكر في انهي نوع من الدرجات الاول، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، انت تفكر في انهي تخصص، ومنه بعد كده تقدر تشوف انا عايز اشتغل ازاي. في الحاله دي انا هضطر افصل شويه عشان هتخش على الويب سايت وتقرا اكتر، بس انا بديك المدخل. يعني مثلا الام ارك في الاركتكتشر ديزاين دي البروفيشنال ديجري، دي اللي لما تتخرج منها تشتغل في مكتب، وممكن حتى تشتغل في مكتب ان بارلل في نفس الوقت، بس في حاله انك بتبقى طالب بتبقى دي طبعا مش سهله قوي. و بتمارس مهنه العماره بعد كده كمعماري في امريكا، او زي ما قلنا بترجع وتحاول تعادلها. في السماركس اللي هي ماسترز اوف ساينس ان اركيتكتشر، اللي هي شبيهه شويه للام اس، بس بيبقى فيها اللي هي شبيهه الماسترز اوف ساينس بس يبقى فيها كومبوننت معماري كبير. فدي في حاله الاركيتكتشرال ديزاين. في عندنا اثنين، عندنا اركيتكتشرال ديزاين وفي اركيتكتشر اوربانيزم، للناس اللي محتاره ما بين اوربن بلاننج وعماره. اوربن بلاننج في ام اي تي از ذا نمبر 1 سكول اوف بلاننج في امريكا، و MIT is the number one university in the United States، جامعة رقم واحد. بس urban دراسة ال urban planning مختلفة عن دراسة العمارة والعمران. تاني لازم تفكر انت عايز تدرس عمارة وعمران اللي هو urban design ولا urban planning صرف. ومش معنى انك تخرجت من عمارة ما تقدرش تدرس، مش معنى انك تخرجت من urban planning ما تقدرش تدرس. التغيير في التخصصات ده هنتكلم عليه. في ال art culture and technology في حاجة اسمها SMACT، Masters of Science in Art, Culture and Technology. للي interested في الموضوع ده لازم يقرا أكتر، لأن التخصص ده ميال أكتر للفن عن العلوم. ناحية Building Technology اللي عنده أي سؤال أنا يعني عارفها من أولها لآخرها. فعندنا درجتين، SMBT اللي هي Masters of Science in Building Technology، دي الماجستير بتاعتنا هنا. يعني بتعمل ماجستير وبتعمل رسالة وبتنشر من الرسالة أبحاث وخلافه.
السماركس اللي هي بتاع الماسترز اوف ساينس ان اركتكتشر اللي لها علاقه بالتطبيقات المعماريه بيبقى فيها استوديو اكتر وما بيبقاش فيه تركيز قوي على الرساله، بتبقى موجوده وكل حاجه بس التركيز مش بالقوه دي. والبي اتش دي ده البروجرام اللي انا فيه اللي بتطلع فيه علم جديد في مجال البيلدينج تكنولوجي، وعندنا في البيلدينج تكنولوجي في كذا تخصص، في تخصص ستراكشرال، في تخصص انرجي افشنسي من ناحيه مثلا HVAC اللي هو الهيتنج فنتيليشن اير كونديشنينج اللي هو نظم التكييف والنظم الميكانيكيه. في عندنا تخصص زي بتاعي في الاضاءه الطبيعيه وعلاقتها بكفاءه الطاقه، وكمان في دراسات على مستوى العمران يعني كفاءه الانشاء وكفاءه التصميم العمراني عشان نوصل ل مدن اكثر كفاءه. وفي في تخصصات كتيره within التخصص بتاع بيلدينج تكنولوجي. اللي انترستد فيكم انه يعني يراسلني في الموضوع ده انا ما عنديش اي مشكله. في مجال الكمبيوتيشن عندنا في طالبه دكتوراه كانت حصلت على ماجستير من هناك برضو اسمها دينا الزنفلي، هي من جامعه اسكندريه، فارجو اللي فيكم عايز يتواصل معاها في مجال الكمبيوتيشن يبعت لنا وانا هوريكم في الاخر ان شاء الله الايميل، يبعت لنا واحنا نوصلكم بيها. نفس الموضوع في ماجستير بس سماركس وفي بي اتش دي. اخر مجال اللي هو الاتش تي سي ده اللي مريم عبد العظيم بتدرسه اللي هو بتعمل فيه السماركس في اتش تي سي. في جواه تخصص العماره الاسلاميه اللي هي بتبقى البروجرام اسمه الاغا خان، هو بيبقى جاي له تمويل من مؤسسه الاغا خان، وده بيبقى فيه تمويل كامل وتمويل نص وبتكمل فيه يعني لها قصه كده. اللي انترستد في الكلام ده طبعا احنا ممكن نتكلم عليه اكتر. طيب بعد ما شفنا البروجرامز دي كلها يا ترى انا افكر ازاي بقى في هنقي انهي بروجرام، لان انت يا اما واحد لسه متخرج يا اما واحد بتشتغل بتمارس المهنه ومتلخبط جدا في موضوع انا هعمل انهي بروجرام من دول. اول حاجه تفكر فيها انا عايز اشتغل في انهي ديسيبلين او انهي تخصص. فبالتالي لو انت قلت انا عايز اشتغل في مجال الطاقه وعايز اشتغل في مجال الكمبيوتيشن، عايز اشتغل في مجال النظريات، انا ببقى يعني قمه الفرحه بالنسبه لي ان انا قاعد اقرا نظريه معماريه وازاي تتطبق وانا عايز اعمل دراسات في الموضوع ده. ده اول الطريق، انت عرفت ان انت عايز تشتغل في بروجرام معين. بعد كده لو انت فكرت في طريقه انتر ديسيبلينري يعني بتجمع ما بين كذا تخصص، بيبقى المنافسه ما بينك وما بين الناس اللي بتقدم بتبقى اقل كتير. يعني لما انت بتقول انا عايز اشتغل في السستينابيليتي والجرين اركتكتشر والكلام الحلو اللي هو عايم جدا، لما تقول انا عايز اشتغل في سستينابيليتي ان انتيرير ديزاين انت كده بقيت متخصص. دخلت في ان انا عايز اشتغل في سستينابيليتي انتيرير ديزاين وعلاقه الشبابيك بكفاءه الاضاءه في المباني مثلا عشان ده تخصصي فانا عارفه وعارف اتكلم عليه بسهوله، انت كده خلاص عرفت انت بتدور على انهي بروجرام بالظبط، فبالتالي مش هيبقى في لخبطه بالنسبه لك. فانا بنصح الناس تفكر مش بس في المجال الكبير، تفكر في التخصص الدقيق. طبعا في موضوع البروجرامز رانكينجز يعني في ترتيبات على مستوى امريكا وعلى مستوى العالم، فبتبتدي تبص على الرانكينجز دي. في كتاب اسمه Architecture Intelligence اظن بيتباع ب $30 اونلاين، انا قبل ما اقدم اشتريته عشان اتفرج على التخصصات والرانكينجز، فانا انصح ان انتوا تدوروا على الرانكينجز كمان اونلاين. ال 20 اللي انا حطيتهم دول موجودين اونلاين طبعا. في ريكومنديشنز الخريجين من هناك، يعني انا جاي النهارده اقول لكم قدموا في MIT، فبالتالي انت تقدر تتكلم معايا على موضوع MIT بالذات. في كمان الريبيوتيشن سمعتها، سمعه الجامعه دي شكلها عامل ازاي، في ناس راحتها ولا لا، يقدروا يتكلموا عليها ولا لا، الخريجين منها بيشتغلوا ايه. فبتدي تفكر في البروجرام كمان بيطلع ناس شكلها عامل ازاي وتخصصهم بيودي فين، يعني اللي اتخرج من البروجرام الفلاني بيروح بيه فين. لازم تبص على البروفايل بتاع الخريجين وتفكر دلوقتي ده هيوديك على فين. ولوك اند لود ده اكسبريشن امريكاني بتاع ركز ونشن، خلاص انت هتبتدي تقدم على بروجرامز. انا نصيحتي الشخصيه مينيمم 5 بروجرامز، يعني تقدم على 5 جامعات الى ماكسيمم 15. انا مفيش اي حاجه هقولها النهارده قانون، يعني في ناس قدمت على جامعه واحده وقبلتها، وفي ناس قدمت على 3 واتقبلوا في 3، وفي ناس قدموا على 15 وما اتقبلوش ولا واحده. فانت بالتالي انا بقول ان انت تحط رينج عشان تبقى في السيف سايد، ما تكترش عن 15، لان كل ابلكيشن الرقم ده مهم، كل ابلكيشن بتبقى من 50 70 الى $100، فانت لو قدمت في اكتر من 15 شوف هتدفع كام. انا عارف ان انا داخل في تفاصيل كتيره قوي، بس انا ما عنديش اي فرصه تانية اتكلم بالتفصيل ده، فارجو ان انتوا تكونوا يعني مش متقل عليكم، ارجو ان انا اكون مش متقل عليكم. نخش في موضوع بعد ما نقينا البروجرام، حكايه الادفايزر، ودي بتربط باول المحاضره خالص، وانا هعيد الحته دي عشان ما حدش كان موجود. الريسيرش فاندنج او الفلوس اللي هتجيلك من عن طريق الابحاث المموله في امريكا،
هي دي احسن الفرص بالنسبه لك، لانك لما بتاخد سكولرشيب ما بتبقاش ربطاك قوي بان انت تشتغل في ريسيرش معين، وبتبتدي بتتعب في البحث عن النقطه البحثيه اللي انت بتشتغل بيها. وعاده لو بتاخد سكولرشيب مصريه بيبقى في شرط انك ترجع بعديها وتقعد نفس المده اللي انت قضيتها في امريكا. فبالتالي ارتباطك بادفايزر معين، ارتباطك بمشرف معين، ده اللي بيخليك تقدر تقدم وتتقبل من خلال المشرف ده. طيب ايه حكايه بروجرام فيرسس فاكولتي؟ يعني انت دلوقتي انترستد جدا في دراسه استخدام الحاسب الالي في التصميم المعماري، وفي فاكولتي ممبر معين رائع الريسيرش بتاعه هو ده اللي انت نفسك تشتغل معاه فيه، بس البروجرام اللي انت بتقدم عليه ما فيهوش ده، هو متخرج من بروجرام تاني وجاي يدرس في امريكا، يدرس في حته معينه مش جاي يعمل ريسيرش. هتيجي انت تقدم له وتلاقي التواصل معاه ماشي كويس جدا ويقول لك قدم، وتترفض لان انت بتقدم على بروجرام بتاع هيستوري وثيري ومتخيل ان الراجل ده هيشدك، وده مش حقيقي. فبالتالي فكره ان انت تقدم على لفاكولتي معين مش بروجرام لازم يكون فيها توافق. والفاكولتي اللي انت بتنقيه لما بتيجي تعمل ماجستير او دكتوراه ممكن he can make you or break you، يعني ممكن يخلي منك باحث هايل وليك مستقبل رائع، وممكن يدمرك تماما. يعني انا اعرف كذا حد ابتدى اتخانق مع الادفايزر، اتعطل، اضطر ينقل الجامعه، وفي ناس الحمد لله المشرف بتاعهم كان شخصيه كويسه وقدر يساعدهم وبيوجهه مش بس في العلم، بيوجهه في الحياه ويساعده كمان في مكان ياجره ويساعده في المصاريف ويبقى عارف تفاصيلها وبيبقى صاحبك. والعلاقه دي ما من المشرف ومن الطالب بتاعه علاقه مشهوره جدا، ما فيهاش حاجه يعني ان انت تبقى قريب من المشرف بتاعك. فبالتالي بتبتدي تفكر في انهي نوع مشرف. طيب الدكاتره اللي في الجامعات على 3 رانكس. الاول هو اسيستنت بروفيسور، ده بيبقى دكتور لسه متخرج، لسه مخلص الدكتوراه، اكتف جدا لان هو عايز يثبت نفسه. عاده الانفلوينس بتاعه بيبقى اقل، يعني تاثيره على دخولك بيبقى اقل، واحتمالات انه يكون معاه فاندنج ليك بتبقى اقل. يعني لو واحد قدم وهو لسه متعين، الراجل ده اللي احنا بنتكلم عليه اكس ده لسه متعين، بيكون معاه فاندنج باكج معينه الجامعه مديها له، فبالتالي يقدر يجيب طالب عليها من غير ما يكون مقدم على ابحاث، او بقاله سنه بيشتغل وقدم على ابحاث هنا وهنا وهنا وجاله فلوس وعايز يشتغل مع طلاب. بالتالي انت تتواصل مع حد زي ده بتبقى فرصه ليك كويسه. في الاسوشيت بروفيسور اللي هو الترقيه اللي بعد كده، الاسوشيت بروفيسور بيبقى نفس الاكتيفيتي ان ما كانش اكتر من الاسيستنت بروفيسور، لانه داخل على مرحله مهمه جدا في الحياه بتاعته اسمها تانير. تانير اللي ما يعرفش وانا اتعلمتها وانا هناك هي التثبيت. احنا عندنا المعيد هنا بيتخرج يتعين في جامعه القاهره مثلا، في جامعه عين شمس، هو عاده بيبقى شبه متثبت الا لو عمل كارثه يعني، اول ما بيبقى دكتور بيبقى متثبت تثبيت، يعني ما حدش يقدر يرفده. التانير هو انك ما ينفعش تترفد، وبيبقى لك مميزات كتيره جدا في الجامعه اللي انت فيها، فهو محتاج يثبت نفسه جامد قوي، محتاج يشتغل جامد جدا ويثبت انه بيعمل مش بس تيتشنج وبيشتغل كويس قوي في التدريس، هو بيعمل ريسيرش هايل، وبالتالي هو عايز ناس يشتغلوا معاه. لو انت اثبتت نفسك هو هيبقى عايز يجيبك، بس احتمال يحمل عليك شويه. يعني هو بيكون عنده انفلوينس ويقدر يجيبك، بس هو محتاج يحمل عليك شويه عشان تطلعوا شغل مع بعض. دي ميزه ولا عيب؟ طبعا ميزه لو انت عملتها ميزه. فبالتالي الكوميونيكيشن، التواصل لما يكون مع واحد اسوشيت بروفيسور داخل على التانية وداخل خلاص هو عايز يثبت نفسه، هيبقى عايز يشتغل معاك. البروفيسور عاده بيبقى تانيرد، بيبقى خلاص وصل لمرحله معينه كبر فيها، بيبقى الاكتيفيتي بتاعته اقل شويه، وان كان ده مش شرط. يعني البروفيسور ممكن يكون اكتيف جدا، بس انا بتكلم على الحاله العامه او الستيريوتايب، ودي حاجه مش كويسه. عاده بيبقى معاه فاندنج، بيبقى موجود عشان هو موجود بقاله كتير، بس مش بكتر الاسوشيت، وبيبقى له انفلوينس قوي جدا لان هو قديم في الديبارتمنت. فبالتالي بيبقى هو عارف الكونكشنز وعارف يكلم مين وانفلوينس مين، وبالتالي البروفيسور ده بيبقى بالنسبه لك هو الشامبيون، هو الكارت الرابح او الهيرو بتاعك، البطل اللي هيدافع عنك وقت ما ييجوا يقولوا احنا عايزين ناخد ده ولا لا. فبالتالي ساعات بتبقى بتتكلم مع واحد على رانك اسوشيت او اسيستنت عشان يجيب لك ريسيرش فاندنج. الحته دي مهمه، الرابطه دي اللي هتبعت لدكتور عشان يجيب لك ريسيرش فاندنج، وبعد ما تخلص الكلام معاه وتبقى خلاص مطمن وهنتكلم على الموضوع ده، تبتدي تتكلم مع بروفيسور اللي هو واحد هيبقى يقدر عنده بالانفلوينس بتاعه يقدر يجيبك. طيب
انا بقى عايز اقدم واتكلم مع الراجل ازاي بقى عندي ادج، او ازاي ايه اللي هيفرقني عن الناس اللي بتقدم. بالنسبه للماسترز ننسى موضوع الجي بي اي والجي ار اي. ايه حكايه الجي ار اي دي؟ الجي ار اي ده امتحان اسمه جراديويت ريكورد اكزامينشن، بتمتحنه في ثلاث مواد هنتكلم عليه بالتفصيل، وبيسبب قلق لناس كتيره بتقدم. انت بتقدم، انت بتمتحن الامتحان، بتاخد درجه معينه وهنتكلم عليها بالتفصيل. لو عملت كويس وعديت الدرجه المطلوبه، لو حد كان حاطط درجه معينه كات اوف سكور، يعني قايل الدرجه المعينه دي لازم تتعدى، خلاص انساها. الجي بي اي اللي هو الجريد بوينت افريج، اللي هو بتاع التقدير لما تتخرج، ويا ترى الجامعه بتاعتي اكريديتد ولا لا، يا ترى جامعه القاهره معترف بيها ولا لا، يا ترى معهد معرفش ايه معترف بيه ولا لا. مفيش حاجه اسمها كده. لو انت شغال كويس وبتنتج ابحاث كويسه قبل ما تيجي تقدم، او عندك المتطلبات اللي تبين ان انت بتشتغل كويس، غالبا بتتقبل بيزد على المرت، بيزد على قدراتك. اه طبعا اسم الجامعه بيبقى ساعات متواجد لان في ناس خريجين بيبقوا هناك، بس مش ده الشرط. ننسى موضوع الجي بي اي. لو انت لسه طالب موت نفسك انك تجيب تقدير. لو انت اتخرجت هتقدر تغير حاجه؟ خلاص مش في ايدك تغيرها. فبالتالي انت بتقدم، يعني انا لما قدمت الجي بي اي بتاعي كان اقل من الكات اوف سكور، مش كات اوف، اقل من اللي بيقول عليه المتعارف عليه في هارفارد. كانوا كاتبين 3.3 وانا بحساباتهم هم جايب 3.2، بس انا كنت مقدم باكج، فهم بيقبلوا الباكج مش بيقبلوا بس على حسب الرقم بس، انلس الرقم ده كان كات اوف. كات اوف يعني هتقطع، مش هندخلك. اول ما يدخلوك هيشيلين الابلكيشن بتاعتك. لو بنشتغل على ماسترز اوف ساينس او ماسترز اوف ديزاين ريسيرش، يعني لو انت طالب اندرجراد، طالب لسه بتدرس بكالوريوس، اعمل ريسيرش، تشتغل تسال الدكاتره اللي بتشتغل معاهم، ويا ريت يكون شخص كويس تشتغل معاه انه يعمل معاك ورقه بحثيه في مؤتمر معين، وهنتكلم على ده بالتفصيل. هيكون مصلحه ليك ان يبقى اسمك موجود في بحث علمي، او انت ضمن مجموعه بحثيه. دي انا ما تعرضتلهاش وانا طالب، دي تعرضتلها بعد ما اتخرجت. بيبصوا على الريسيرش، مش هيبصوا على البورتفوليو بتاعك، مش هيبصوا على الـ الشغل بتاعك في مجال العماره. لكن لو انت بتقدم على ماسترز اوف اركيتكتشر او ماسترز اوف لاندسكيب اركيتكتشر، البورتفوليو اهم حاجه، لان هم هيبقوا عايزين يبصوا على قدراتك المعماريه وقدراتك التصميميه. وانت لما تيجي هتخش الاستوديو عندك خبره انك انت تدرس على مستوى التعليم العالي ولا لا، فبالتالي التركيز على البورتفوليو بيكون اهم بالنسبه للدرجه العلميه دي. اما بالنسبه للدكتوراه، في كم واحد عايز يقدم على دكتوراه؟ طب ماجستير؟ يعني انا بكلم بتوع الماجستير اكتر، بس انا هكلم بتوع الدكتوراه للناس اللي عايزه تقدم على، اللي عايزه بعد الماجستير تكمل دكتوراه. بس انا كويس كده عرفت ان انا بكلم ماجستير اكتر. يعني دلوقتي في الدكتوراه بعد ما تكون خلصت الماجستير بتعرف يعني ايه بحث علمي، فبالتالي لازم تقدم بروبوزل للبحث العلمي بتاعك. البروبوزل ده عاده بيبقى بيتغير تماما، يعني انا قدمت حاجه رميتها تماما بعد ما قدمت تماما كومبليتلي، بس هم عايزين يشوفوا قدرتك على الكتابه العلميه وقدرتك على القياده في مشروع بحثي معين. فبتعمل اللي تقدر عليه انك تكتبه باسلوب علمي متين رصين قوي قادر، مفهوم ان انت فاهم اللي انت بتعمله. بعد كده بتعرف تعمل حسابك انه هيتغير تماما. بيكون عندك بابليكيشنز. موضوع البابليكيشنز ده موضوع النشر في المؤتمرات وفي الدوريات العلميه، ده موضوع احنا ما بنتعرضلوش كتير في دراسه العماره، فبالتالي هتضطر تفتح في الباب ده، ان انت بتقول انا في مؤتمر معين في مجال معين، يا ترى موجود في مصر او موجود في بلد عربيه او موجود في بلد اوروبا ولا امريكا، ده موضوع تاني. بتقول انا هقدم فيه ورقه بحثيه، وبتبتدي تفكر في نقطه بحثيه معينه، ويا ريت تشوف مين من الدكاتره اللي معاك هنا يقدر يساعدك في النقطه البحثيه دي عشان يقدر يشدك وما تبقاش تشتغل لوحدك. وممكن بعد كده في مرحله متطوره تقدم على جورنال بابليكيشن، اللي هي النشر بتاع البحث في دوريه علميه، بتبص عليها على الانترنت وتلاقيها جوجل سكولر للي فيكم ما يعرفش، تكتب اسم الباحث تلاقي عنده نشره في دوريه علميه. في مجال العماره مش منتشره قوي عندنا طبعا، في مجال العلوم دي حاجه يعني سكند نيتشر، لازم طبيعي ان هم يكونوا بيعملوا النشرات دي. فبالنسبه لنا انك انت تنشر في جورنال دي وانت بتقدم على دكتوراه، هي دي الالتيميت ادج. انا نشرت في دوريه علميه، لان دي تبقى النشر فيها مش بالسهوله دي. لو نشرت في دوريه علميه يعرفوا ان انت كفيرست اوثر، كواحد كتب بيبر باسمه هو الاول والمشرف بتاعه هو الاسم الثاني، بيبقى لها قيمه قويه جدا. انا اعرف ناس كانوا بيشتغلوا طلاب باحثين في ام اي تي وبيشتغلوا مع مشرف وقدموا على دكتوراه وهم بيشتغلوا في ام اي تي واترفضوا عشان ما عندهمش دي، ما عندهمش فيرست اوثر بابليكيشن، ما عندهمش نشر في دوريه او في كونفرنس
وهم اللي كاتبين البيبر بنفسهم. فبالتالي التركيز على ان انت تكتب بيبر بنفسك وتكتب بالانجليزي دي مهمه جدا. وهنا يجي فكره اللغه. لما تيجي تقدم على حاجه بصفه عامه ارجوك تاكد ان انت قادر على اللغه بتاعتها. هتتعب. يعني مثلا كنت بتكلم قبل المحاضره مع حد في تقديم في المانيا مثلا، ادرس موضوع اللغه الالماني ده هيبقى شكله معاك عامل ازاي. كريتيكال رايتنج سكيلز يعني لازم بتكون بتعرف تكتب بطريقه معينه، وخصوصا لو في حته الثيوري، وخصوصا في حته النظريات او في حته الهيستوري. لو انت ما بتعرفش تكتب كويس مش هتتقبل. فلازم تتعلم ازاي تكتب بطريقه كويسه تخلي طلاب زيك يراجعوا وراك اللي انت بتكتبه، تخلي المشرفين يراجعوا وراك اللي انت بتكتبه، وبعد كده تقدمه. وعاده لما تكون نشرت في جورنال بيكون في حد بير يعني شخص مثيل ليك قرا البيبر دي وقال اوكي دي كويسه فكده تمام. طيب if you don't have the edge بقى، ما عندكش كل الكلام الجميل اللي انا بقوله ده زي الراجل المسكين اللي قاعد ورا البتاع دي، هتعمل ايه؟ هتموت نفسك، هتقعد تبهدل نفسك شغل عشان تشتغل الحلم اللي انت عايز توصل له. انا كان بالنسبه لي فكره الدراسه في امريكا كانت حلم، وتعبت قوي، وناس كتير قوي اللي انا قابلتهم هناك تعبوا نفس التعب اللي ما كانش اكتر عشان يوصلوا للحلم ده. فبالتالي فكره ان انت تاجل لمده سنه او تاجل لمده ان شاء الله سنتين فكره مش بطاله. لو انت شايف ان انت ما عندكش وعايز تشتغل اكتر واكتر ممكن. وفكره انك تقدم وتترفض 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 فيهاش اي حاجه، فيش اي جارنتي ان الشغل اللي انا بقوله لك ده هيدخلك، ومفيش اي جارنتي ان الشغل اللي انا بقوله ده مش هيدخلك. يعني انت بتعمل اللي عليك، والتوفيق من عند ربنا، واشتغل وكن صادق في نيتك، وربنا يوفقك او يوفقك طبعا. طيب احنا كده اتكلمنا على التحضير، نتكلم بقى على الابلكيشن بروسيس. هما 9 خطوات من غير بقى ما اقدر ارصهم، احنا هنخش فيهم واحده واحده. لا بس في واحده معينه بس دي اللي هي الاونلاين ابلكيشن. لما تيجي تعمل اونلاين ابلكيشن عاده معظم الجامعات دلوقتي ما بيقبلوش الابلكيشن اللي هي البيبر وتبعتها باي ميل، بيقبلوا منك الابلكيشن اونلاين. ده مش شرط، انا بس بقول ان في فيز معينه بتدفع اللي هي ما بين زي ما قلنا 50-70 إلى $100. فبالتالي لازم تكون عامل حسابك ان انت عندك الامكانيه الماديه او الامكانيه الوقتيه كمان انك تقدم. في بعض الجامعات لو اثبتت لهم ان انت ما عندكش الامكانيه الماديه بيلغوا لك الفي دي. طيب في السي في، وساعات بيقولوا عليه ريزومي. طب هو اني واحد فيهم وليه؟ السي في عاده، خلينا في دي بس، السي في عامه هو كل خبرتك محطوطه في اي عدد من الصفحات. وبالتالي الاكاديميك سي في او السي في الاكاديمي ممكن عادي جدا يبقى 15 صفحه. بس نصيحتي الشخصيه 2-3 صفحات ماكسيمم، محدش بيقرا، شفتهم. فلازم تفكر في انت عايز توصل انهي رساله وهيقراها ازاي بسرعه. انا هوريكم مثال للسي في بتاعي وما اقصدش بيه اي حاجه، بس انا اقصد ان انتوا تبصوا على النقاط اللي الواحد هيقراها بسرعه بعينه. فبالتالي موضوع انك تبقى افيشنت مهم جدا، موضوع ان انت تبقى شكلك كويس وشكلك افيشنت لك تايتل معينه. يعني انا مثلا فلان الفلاني معماري وباحث في كذا كذا، طبعا باللغه الانجليزيه architect research assistant او assistant lecturer whatever التايتل اللي عندك، يعني شكلها كويس. فانت لازم تكون presentable. تاني حاجه بتبتدي بالتعليم بتاعك، يا ترى انت خدت البكالوريوس فين وفين بتكتب الاول، يعني كايرو يونيفرسيتي في الاول، ماجستير من الاكاديميه البحريه كده، تحتيها ايه الريليفنت ليها. يعني مثلا انت بتقدم على بروجرام بتاع اوربن ديزاين وواخد البكالوريوس من جامعه عين شمس، وفي عماره مش في تخطيط خالص، مش في وعايز انت قررت انك عايز تنقل. طب ايه الكورسات المناسبه للتخصص ده اللي انت بتقدم له؟ انت خدت انهي كورسات؟ هم يبصوا انت خدت الكورسات الفلانيه، ده عنده الباك جراوند ده، مش هتفرق قوي، بس انت بتخلي شكلك كويس بالنسبه للبرنامج اللي انت بتقدم عليه. انتوا سامعيني ورا؟ تمام؟ طيب حلو. ما تنساش تكتب البروفيشنال ريجستريشن بتاعك. عندنا ميزه حلوه قوي زي ما قلت لكم قبل كده، ان احنا بنتخرج نتعين نشتغل معماريين ممارسين للعماره، فبالتالي احنا عندنا النقابه موجوده، فبالتالي انت ممارس للعماره. Honors and awards، يعني انت اخذت جوائز. بالنسبه للجوائز المعماريه في المسابقات بتبقى حلوه قوي، جوائز في ابحاث علميه تبقى حاجه حلوه جدا. في جوائز انت بتاخدها وانت مش عارف انك انت واخدها، زي مثلا المنح بتاعت اللي فيكم في جامعه القاهره. زي جامعه القاهره بتدي منح سنويه للناس اللي اكتر جايبه اكتر من جيد جدا، دي تترجم على طول، صح؟ دي تترجم على طول لمنحه سنويه بتديها الجامعه.
خليك ذكي. اكاديميا versus professional practice. طب انا دلوقتي اشتغلت في معيد ودرست وعملت ابحاث، احطها الاول ولا احط ان انا اشتغلت ممارس للعماره الاول؟ بتقدم على انهي بروجرام الاول؟ لو بتقدم على بروجرام ماسترز اوف اركيتكتشر او ماسترز اوف لاندسكيب اركيتكتشر، اهم حاجه في الدنيا انك مارست العماره واشتغلت في المشاريع الفلانيه وعملت كذا وكذا وكذا. لو انت بتقدم على ماسترز اوف ساينس، هو مش هيفرق معاه قوي موضوع الممارسه دي، فبالنسبه له مهم قوي ان انت عملت الابحاث الفلانيه واشتغلت في المجموعه البحثيه الفلانيه وعملت ماجستير في ايه. Internships and summer training. في حد بعت لي ايميل بيسالني على موضوع السمر تريننج ده مهم ولا لا في السي في، ويا ترى اعمله بره ولا لا. مهم جدا، وخصوصا لو عرفت تعمله بره كمان. يعني انت بقى عندك اكسبوجر للعالم بره العالم بتاعك، يعني انت سافرت مثلا اوروبا وعملت وركشوب في المانيا وعملت وركشوب في ما اعرفش فين تاني، بقى لك وجود. طبعا اليومين دول في وركشوبس بتتعمل، انا مش على درايه بيها فمش هقدر اساعد قوي، بس ارجو ان انتوا تجتهدوا وتدوروا عليها. انا كنت محظوظ وانا في البكالوريوس بتاعي عملت كذا وركشوب وفادوني جدا، وبينموا لك الكونكشنز بتاعتك وتقدر منها تجيب انترنشيبس بعد كده، تروح تشتغل 3 اشهر مثلا في الصيف في انجلترا مثلا. يعني ما تصغرش الموضوع ان انت عملت تدريبات، يعني انت عملت تدريبات في الصيف ما تقولش هم هيهتموا بايه، لا هيهتموا، حطها لان ده معناه انك مجتهد. سكيل سيتس يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما تيجي تحط بتقول انا بعرف اعمل اوتوكاد و3 دي ماكس وبتكلم انجليزي، مش حلو، خلي شكلها بروفيشنال. يعني ايه؟ تحط سكيل سيتس في سيتس معينه. يعني انا مثلا اشتغلت كاد وسوفت وير، ده تحتيه اوتوكاد 3D 3D ماكس سكتشوب تاتا فوتو مانيبيوليشن او اديتنج فوتوشوب الستريتر تاتا سيميوليشن اشتغل ايكوتاكت راديانس اللي فيكم يعرف كده يعني. فبالتالي تفكر في ايه السكيل سيتس اللي هتفرقك عن الناس التانية اللي بتقدم، وانت بتقدمها في شكل ازاي، بدل ما تبقى لسته ما حدش هيقراها. هو هيدور على ده بيعرف يشتغل في المجال ده كويس قوي، عنده مجموعه السكيلز دي اللي هتبقى هي فكره انت هتضيف ايه للمجموعه اللي انت جاي تنضم لها. بالانس، يعني في ناس بتسال يا ترى هو انا لو انا كنت بعمل نشاط خارج مجال الدراسه يا ترى ده هيبقى مفيد ان احطه في السي في ولا هيضرني؟ انا مش عارف، انا اللي فيكم ما اعرفش انا كنت بلعب في الساقيه مزيكا، يعني وجودي في الساقيه النهارده عشان انا كنت بلعب في الساقيه، فبالتالي انا كنت حاطط ان انا بلعب في الباند ده، وده بيبين ان انت عندك حياه متزنه، انت مش شخص ماشي في سكه معينه وما لكش حياه اجتماعيه. الحاجات دي بتفرق انهم بينقوا شخصيه هتنضم لمجموعه البحث بتاعتهم، فلما ينضم شخصيه لها حياه متزنه وبيقدر يكونتريبيوت في كذا حاجه، يقدر يفتح في كذا مجال، يقدر يخلي صوره الجامعه اللي هو بينضم لها صوره كويسه، دي كلها تفاصيل صغيره بتفيدك انت، لان انت في الاخر بيبقى في تفاصيل بتقف في تفاصيل منافسه ما بين واحد والتاني صغيره قوي. فبالتالي ما تكسفش لو انت بتعمل، لو انت بتكتب في مجله معماريه او لو انت حتى بتكتب في مجله تين ستاف. هي لسه موجوده؟ طيب سريعا، الفورمات بتاع السي في مهم، انت لازم تقعد تفكر في انت هتحط ايه الاول قبل الثاني، وترتيب الترتيب الكرونولوجي، ترتيب الزمني، زي ما قلنا اللينث بتاعه صفحتين الى ثلاثه، فونتس وكلاريتي، ما تنقيش فونت معماري ارجوك، نقي فونت بيتقري، مش مهم بقى الفونت شكله معماري ولا لا، هو مش هيفرق خالص، لازم حد يعرف يقرا. اكشن فيربز هوريكم دلوقتي يعني ايه. يعني واحد لما يجي يكتب السي في ما بيكتبش، اسهل اوريها لكم على المثال، راجع السبيلنج 7000 مره، خلي حد يقراه وورد، يعني ما تقفلش السبيل شيك، خلي اقرا النصيحه اللي حسابت قال اقرا السي في بالعكس، عشان تعرف لما تقراه بالعكس تقرا كلمه كلمه تعرف الكلمه فيها غلط فين، لان شكلها هيبقى مخيف لو انت عندك غلطات املائيه كتير بتحط علامه استفهام. شكل السي في ان جنرال، لو بصينا على ده كده سريعا، انت شفت في كلمه اديوكيشن، عرفت التعليم ايه على طول، عرفت ام اي تي جامعة القاهرة، التفاصيل مش فارقة، بس هو كان فين. Teaching experience، اشتغلت في التدريس، اشتغلت قد ايه، عدد السنين، بعد كده كان شغال في الجامعة الأمريكية، عايز أقرأ التفاصيل. فمثلا اشتغلت كمعيد في Design Studio، فالأكشن Verbs هي ان انا استخدمت افعال بتبين ان انا اشتغلت بشكل معين، زي مثلا engaged in design studio activities، يعني انا كنت متواصل او انا كنت بقى اشتغل في كذا كذا. developed يعني طورت، فتستخدم الفيربات دي في الاماكن المعينه في السي في اللي بيبقى لها علاقه بشرح انت بتعمل ايه، عشان تبين ان انت بتعمل اكشن معينه، مش بتعمل statement معينه، مش بتقول
انا عندي حاجه معينه، انت بتقول انا اشتغلت على الفعل ده عشان تبين الفعل بتاعك ده بيترجم الى افعال شكلها عامله ازاي او نتائج شكلها عامله ازاي. اخر حاجه السكيلز زي ما قلت لكم نقسمها في باندز او كاتيجوريز، يعني مثلا سيميوليشن، الفيزيكال تولز بتعرف تعمل ماكيتات، كات تولز او جي اي اس وخلافه. انا هحاول على قد ما اقدر ما اخليهاش بيرسونال ليا التفاصيل دي، بس ارجو انتوا انها ما تتفهمش غلط، انا بحاول اوصل لكم التجربه شكلها عامل ازاي. كلمه بيرسونال هيستوري دي بتبقى ستيتمنت فيها الباك جراوند بتاعك، مش شرط كل البرامج اللي انت بتقدم لها تطلبها، دي واحده من المتطلبات اللي بتطلب لما بالذات لما تكون بتقدم على بي اتش دي. دي بتتكلم على الباك جراوند بتاعك، شكل حياتك شكلها عامل ازاي. فبالاول بتتكلم على انا جيت منين وعملت ايه، بعد كده بتتكلم على البيليفز بتاعتك، بيبقى فيها نوع من انواع التجربه الادبيه، انا اؤمن بكذا في العماره مثلا لو البرنامج له علاقه بالموضوع ده، او انا اؤمن بكذا في الاستدامه وهكذا. فبتتكلم على بتبتدي بالبيليف بتاعك، ودايما في اي دوكيمنت انت بتعملها سواء كانت سي في او بيرسونال هيستوري او اي حاجه تبتدي بدايه قويه عشان تشد ايا كان القارئ بيقراه، ما تعتمدش على انه هيقرا كل حاجه جوه في التفاصيل. كل باراجراف بينتهي تبتدي الباراجراف اللي بعديه بسنتنس بتربطه بيه، تبتدي دايما باقوى حاجه عندك وتفيد اوت، يعني تبتدي تخف 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 لحد ما توصل لاخر جمله وهي دي اللي هتنتهي تنهي بيها نهايه قويه. في ساعات بعض البرامج بتطلب منك تفاصيل معينه خاصه بحياتك زي حياتك الاسريه او تجربتك الماديه، ولو انت ما عندكش تجارب زي دي بتبتدي تخاف تقول يا ترى هو اللي واحد يقدم لازم يكون عنده مشكله في عيلته عشان يقدم ويتقبل؟ يعني لا، هم بيدوروا على اللي عندهم مشاكل عشان يقدروا يساعدوهم، بس لو انت حياتك متزنه ده مش عيب، فانت تحاول تقدمها دايما في احسن صوره، حتى لو كان عندك مشاكل ما فيهاش اي عيب انك تبرزها لان هي بتبقى مطلوبه. فتركز في الديسكريبشن بتاع اللي هم بيدوروا عليه على الويب سايت، الديسكريبشن بيقول ايه، ودايما تنتهي بفيجن ليك، يعني انا رؤيتي في المجال بتاعي وفي البروجرام اللي انا بقدم عليه شكلها عامل ازاي. تاني حاجه اللي هي statement of purpose والresearch proposal، دول بيتغير اساميهم، وانتوا طبعا لما كل واحد يجي يقدم هيركز في كل التفاصيل دي، فيركز على ده معناه ايه، فيقرا المحتوى بالظبط ايه وينفذه بالحرف. يعني لو كان مطلوب منه ان يتكلم في مجال 1000 كلمه عن بحث معين هو ناوي يعمله، 1000 كلمه يعني 1000 كلمه، اكتر من كده بيطلقت وبيتكنسل، ولان بيبقى في كوميتي في الاول كده بتدور على مين عمل حاجه غلط ويشيلوه. احلى حاجه في الدنيا ان هو يخلص من الابلكيشنز ملهاش لازمه، فبالتالي نفولو الانستراكشنز للكلمه. دور على بيقول عليها هوت ريسيرش او اتراكتيف، يعني فكره جديده، وتحط لها تايتل اتراكتيف هو كمان، اعتبرها شفافه واقعد فكر في تايتل واثنين وثلاثه، اتكتب بالطريقه العلميه المتعارف عليها، وللي فيكم ما يعرفهاش بتبقى انترودكشن methodology sorry introduction literature review methodology discussion او expected results والconclusion. في تعرضك للابحاث العلميه هتعرف الميثودولوجي دي ايه وهتعرف تطبقها. references and citations، يعني انت لما تيجي تعمل بحث علمي معين وتقول انا هعمل research proposal معين، بتحط مين الابحاث المختلفه اللي اشتغلت قبليك في المجالات دي، وانت بتقول انا عايز ايه البريزيدنت اللي قبليا، يعني مين قبليا عمل ايه. لو انت عملت بحث علمي وانت بتقدم حط نفسك في الابحاث دي، يعني انت عملت البحث الفلاني. في ستاندردايز تيستس، منهم التوفل. التوفل هو امتحان اللغه الانجليزيه، تيست اوف ذا انجلش لانجويج. يعني انت لو ما عندكش اللغه الانجليزيه قويه، انا انصح ان انت تقضي فتره زمنيه انك انت تقوي اللغه دي بانك تاخد كورسات، وبعد كده تاخد الامتحان. الامتحان مش صعب خالص، بس لو انت متمكن من اللغه هيكون بالنسبه لك تافه، فبالتالي لو تقدر تقضي حبه وقت في ان انت تنمي قدراتك في اللغه الانجليزيه دي تبقى حاجه كويسه. طب الامتحان ده شكله عامل ازاي؟ في 4 سكشنز: ريدنج، ليسننج، سبيكينج اند رايتنج. ده كده الامتحان اللي هو بيبقى اسمه انترنت بيست، اللي هو بيبقى الامتحان موجود على الانترنت وبتيجي بتروح في سنتر معين تمتحنه زي اميديست على قد ما انا فاكر. كل سكشن بيتعلم من 30 وبتاخد السكور الاوفرول 120، وبيطلبوا عاده في التوفل بيطلبوا ارقام معينه. يعني لو انت جبت اعلى من 100 من 120 ده انت كده هايل، ولو انت جبت اعلى من 90 انت كده كويس. في سنتي انا وانا اي شكت يعني الموضوع ده اتغير ولا لا، لو جبت اكتر من 104 يبقى انت كده عديت كل الكات اوف سكورز.
التوفل هو تقريبا الامتحان الوحيد اللي ممكن يكون فيه كات اوف سكور فعلا. كات اوف يعني ايه؟ يعني لو انت ما جبتش الرقم اللي هم بيقولوا عليه يا اما هتترفض يا اما لو قبلوك هتخش تاخد امتحان تاخد كورس انجلش يا اما في اول سمستر يا اما في الصيف. النقطه دي واضحه؟ طيب امتحان لطيف هتذاكر له هتعملي فيه كويس ان شاء الله. الجي ار اي الجراديويت ريكورد اكزامينيشن تجربه حلوه قوي في حياتي اللي فيكم هي بتهز ده امتحان عشان توري فيه قدراتك ولو ما خدتهاش بالطريقه دي هتتعب قوي. يعني انت ما تاخدهاش على الامتحان صعب. الامتحان ده مش صعب, الامتحان ده تشالنجينج بيوري قدراتك. الامتحان معمول من ثلاث اجزاء على يعني مش اولا مش كل البروجرامز بيعوزوه. يعني مثلا يونيفرسيتي اوف اريزونا مش بتعوزه هنت, بس تتاكد لما بيعوزوه بيعوزوا منه ايه. يعني لو عايزين فيه رقم معين تاكد ان انت عديت الرقم ده. فيرجينيا تك عايز رقم معين, يو بن وهارفارد بيلمحوا يقول لك مش ما بناخدش اقل من الرقم الفلاني عاده, ما بيفرقش في حاجه. لو انت مقدم الباكج كويس هتتاخد, انما لو قال لك ما بناخدش اقل من كذا ما بناخدش اقل من كذا. طب هو شكله عامل ازاي؟ هما ثلاث اقسام, فيربال كوانتيتيف وكريتيكال رايتنج. الكوانتيتيف ده اللي هو الماث, انا ما كنتش شاطر قوي في الماث وعملت فيه كويس, اللي فيكم شاطر هيقفله يعني مش هينقص فيه ولا درجه. اللي فيكم نص نص زيي هيعمل فيه درجه كويسه ان شاء الله. الفيربال لو انت امريكاني برضو مش هتعمل كويس انا اؤكد لكم دي للناس انا قابلتها. يعني في ناس بتقفل الكلام ده بره وفي ناس مجموعات كبيره بتقفله زي ناس عارفه ازاي تذاكره. في حالتي انا قعدت ذاكرته, كنت واخد الموضوع على نفسي وكنت بذاكره ليل نهار, وامتحنت الجي ار اي مرتين مش مره واحده. وفي وقت الموضوع السيستم اختلف دلوقتي انت بتمتحن وتاخد الدرجه وتقدر تقدم الدرجه الاعلى. يعني انت تقدر تقول انا هقدم لكم الامتحان ده مش هقدم لكم الامتحان ده. في حالتي انا كانوا بيعملوا اللي هم عايزينه, بيدوهم كل الدرجات والجامعه تنقي. فانتوا الحمد لله في وضع احسن. اتس نوت ا ديل بريكر الا لو انت ما عدتش الكات اوف. خد الامتحان كذا مره ما يعيبش. هتكلم على حاجه صغيره قوي انا ما جبتش سيرتها, هو مواعيد التقديم المفروض اكون كاتبها. يعني عاده الناس بتقدم على دكتوراه مش ماسترز بيقدموا في ديسمبر. معظم الجامعات اللي انا اتعرضت لها كان التقديم كله في ديسمبر. في جامعات فيها اكسبشنز انك بتقدم على بدل ما تخش في الفول بدل ما تخش يعني انت بتقدم في ديسمبر اللي جاي ده عشان تروح في سبتمبر اللي بعده. بدل ما بتقدم في ديسمبر ساعات بتقدم في ابريل او فبراير انا مش فاكر, يعني عشان تخش السبرينج اللي بعده اللي هو يناير اللي جاي ده. فموضوع التقديم وامتى تاخد الامتحان وتوضب له ازاي دي حاجه مهمه بالنسبه لك, خصوصا لو انت ناوي تقدم ديسمبر ده. بتسكجول الامتحان وبتذاكر له. انا هقول لكم بقى وربنا يستر هقول لكم طريقتي انا في الجي ار اي, وانا مش هقدر اساعد قوي. هو في حاجه من الاثنين, يا يعني اما انت هتقعد 3 اشهر حياتك هي الجي ار اي بس مش بشكل فظيع. يعني انت بتروح شغلك وبتذاكر الجي ار اي بالليل والصبح عادي خالص وحياتك طبيعيه وبتروح تمتحن الامتحان وان شاء الله ربنا يوفقك. يا اما بتاخد اسبوعين 10 ايام لاسبوعين مفيش اي حاجه في حياتك غير الجي ار اي. يعني بتصحى تفطر جي ار اي وتتغدى جي ار اي وتتعشى جي ار اي وما تعرفش اصحابك يا دوبك اهلك بيشوفوك وانت طالع من الاوضه رايح الحمام كده. يعني عاده النتيجه بتبقى قريبه. مفيش قانون, انت وشطارتك ان شاء الله هتعملوا حلو في الامتحان. ما تخليهوش عقبه, ما تخليهوش يقفلك من الموضوع. وانس انك عديتها هيبقى بالنسبه لك الموضوع لطيف جدا. بورتفوليو زيه زي اي ديزاين اكسرسايز, هتعمل الريسيرش بتاعك. اتفضل. اميديست على قد ما انا فاكر. لا في حد يعرف مكان تاني؟ علي؟ نعم اميديست بست. خلاص يبقى اميديست. والتوفل في كذا حته غير اميديست صح؟ ممكن تمتحنوا في اي سي على قد ما انا فاكر صح؟ طيب كويس. اتفضل. ما انت لازم تبص زي ما قلت لك مثلا في اريزونا مش مطلوب خالص. في جامعات تانية مطلوب ماجستير ودكتوراه. وعلى فكره لو مش مطلوب ماجستير وانت ناوي تقدم دكتوراه احتمال يطلب منك, فخلي بالك. يعني لا اظن معظم البروجرامز بتحتاج توفل. انا مش فاكر ان انا اتعرضت لحاجه ايلتس الاثنين. ممكن ايلتس. انت قلتي اوكسفورد؟ لا اوكسفورد انجلترا, انا بتكلم عن امريكا بس. في ام اي تي ايلتس. انا شخصيا اتعرضت للتوفل بس. يا ترى في فرق بين الامتحانين ولا لا؟ دي حاجه انا ما اعرفش اجاوب عليها.
ولو وصلت لمرحلة ان الامتحانين بالنسبة لك التفاضل ما بينهم مشكلة، راجع نفسك، لان لازم الانجليزي يكون عندك قوي ان شاء الله. اي اسئلة تانية؟ اتفضل. كل المتطلبات اللي بتكلم عليها هي الماجستير والدكتوراه هيتفاوتوا من بروجرام لبروجرام. يعني في بروجرام مش هيطلب منك ريسيرش بروبوزل خالص ان هو ماجستير، لكن في بروجرام دكتوراه هيطلب منك. انت بتبتدي تخش على ايه المطلوب منك وتدور عليه. انا بعرض كله عشان خاطر اديك خبرتي في كله. اتفضل. في ديجريز، في ريسيرش معين ممكن تعمله من غير ما تاخد نان ديجري، يعني من غير لما تاخد نان ديجري يعني تقدم في بروجرام معين هو ما فيهوش درجه علميه، ده بيفيدك لما تيجي تقدم بعد كده. يعني انت بتقدم في بروجرام معين ما بيديكش درجه علميه، هو بيساعدك في البحث العلمي ويا اما بتدفع له، ودي عاده بتبقى الكيس الطبيعيه، يا اما هم عايزينك وبيبقى عندهم فاندنج وبيمولوك، وبالتالي ده بيبقى تحط رجلك في الجامعه، بعد كده تبتدي تقول انا هقدم على ماجستير. انا هكمل وبعد كده ناخد اسئله تانية، قطعوني ما فيش مشكله، بس انا هكمل عشان الوقت. البورتفوليو هو your professional work، يعني شغلك البروفيشنال، سواء كان في المكتب مكاتب او سواء كان في شركات او كمان كطالب بتحطه كله بالشكل ده. زي ما قلت لكم هو مشكله تصميميه، فبالتالي انت بتقعد تشففها واثنين وثلاثه، يعني بتقعد تشتغل عليه كذا مره لحد ما يطلع بشكل مناسب، وريه للناس، ما تقفلش على نفسك، الناس هيدوك فيدباك كويس. وحاول تبص على اكزامبلز ثانيه، يعني انت بتعمل ريسيرش بتاعك اونلاين، تبص البورتفوليوز اللي موجوده اونلاين شكلها عامل ازاي، بعد كده تمسحها تماما، زي كانه ديزاين بالظبط. بص تعمل الريسيرش، مش تنشع، تعمل الريسيرش وتمسحه تماما وتعمل بورتفوليو بتاعك. لما تعمل بورتفوليو بتاعك يبقى لك، بتحاول انت تخلي لك شكل خاص. شكل خاص دي انا مش هقدر اقولها لك، دي حاجه ترجع لك انت هتعمل ايه في الاول، هتشد انتباه اللي بتقدم له ازاي. تحط ثيم معين، عايز تدي امبريشن معين عن نفسك، خليك انت افيشنت في التصميم بتاعك للبورتفوليو، ودايما بتحط الرول بتاعك في المشروع شكله عامل ازاي. يعني ما تحطش مشروع انت اشتغلت فيه وجهات وتقول ان انت عملت له تصميم، مين هتتقفش؟ يعني مثلا ده مثال لصفحتين من البورتفوليو بتاعي، تلاقي التايتل موجود فوق على الشمال، تحتيه انا اشتغلته فين والكونتريبيوشن بتاعي شكله عامل ازاي. يعني انا اشتغلت هنا في الاظهار بس، وبعد كده كلمتين عن المشروع للي عايز يقرا ومحدش هيقرا، وهو بس منظر. وبتحط مثلا الحاجات اللي انت عايز تبينها في البورتفوليو بتاعك كشغل تصميم. رايتنج سامبلز، مش شرط كل البرامج يطلبوها، بس لما تطلب منك هي بمنتهى البساطه قدرتك على الكتابه، فبالتالي لو انت كتبت ابحاث علميه بتحطها، لو انت كتبت ريسيرش بيبرز في الجامعه بتحطها، لو انت وضبت ابحاث وقت التقديم ممكن. هم لو ما قالوهاش صراحه انهم عايزين حاجه من شغلك، انت ممكن تعمل حاجه مخصوص عشانهم، لان هم عايزين يشوفوا قدرتك على الكتابه، مش شرط اتكتبت فين. فهتنقي انهي ايه تحطه فين، ده عشان البروجرام اللي انت بتقدم عليه، هتنقي انهي ريسيرش هتعمله انت عملته وايه علاقته بالرايتنج سامبل اللي انت هتقدمها، دي حاجه ترجع لك انت. زي ما قلت ممكن تريبروديوس الابحاث بتاعتك اللي انت عملتها في سنين البكالوريوس، وتقول انا عايز اخد ده واوضبه واخلي شكله كويس وله علاقه بالبروجرام اللي انت بتقدم عليه. نقي احسن حاجه امبرسيف عندك، ما تديهمش 10 ابحاث ما حدش هيقراهم، انت بتنقي احسن حاجه انت عملتها او احسن 3 حاجات على حسب الريكويرمنت اللي هم بيطلبوه. نتكلم على موضوع النشر في الكونفرنسز لسنه بسيطه كده، ده اكزامبل للفرونت بيج بتاعه بحث في كونفرنس معين. الكونفرنس ده كان في انجلترا. البحث بيبقى شكله عباره عن ان انت بتحط ملخص لمشكله بحثيه لها علاقه بالعماره، في الحاله دي كانت علاقه الكمبيوتيشن بالبرفورمانس، علاقه استخدام الحاسب بقياس الاداء، وبتقول انا هتكلم عن الموضوع ده، فبتتكلم بصفه عامه عن المشكله دي شكلها عامل ازاي، بعد كده بتحط منهجيه بحثيه، في الحاله دي كان استخدام الكمبيوتر في تحسين شكل تحسين مستوى الاضاءه مثلا في الفراغ، بعد كده بتعمل البحث ده من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه بيلدينج تكنولوجي بيبقى اسهل كتير، بتقول انا عملت تجربه معينه، ولو كان مثلا في حاله دراسات عمرانيه بتبقى التجربه دي عباره عن سيرفي ونزلت ووزعته على الناس واخدت اجابات السيرفي دي وعملتها في شارتس وقلت انا هستنتج منها كذا وكذا وكذا، وتنشرها في كونفرنس.
الكونفرنس بيبقى له تكاليف بتبتدي تفكر فيها، لان هو انت بتديهم الورقه وهما بينشروها لك بس انت بتدفع تكاليف سفرك للكونفرنس وتكاليف الاوتيل هناك وتكاليف المصاريف اللي هتدفعها هناك. وعاده لو انت جالك فرصه كويسه ان انت تقدم على منحه تسفرك للكونفرنس بتبقى فرصه كويسه جدا انك تقابل دكاتره هناك وتقابل طلبه تانيين وتبتدي تعمل نتورك، ومنها تقدر تشوف انت انترست انك تشتغل مع حد ولا لا. في بعض الحالات ممكن تكسب جوائز، فكل ده بيبقى كويس قوي بالنسبه لك، ان انت مثلا خدت بيست بيبر اوورد، ان انت خدت احسن ورقه بحثيه في المؤتمر الفلاني. ممكن يترجم ده كمان لورقه بحثيه في جورنال اللي هي دوريه علميه. نتكلم على الموضوع ده بقى للي عايز بعد كده يجي يسالني. الاوفيشال ترانسكريبتس اللي هي بيسيكلي الكورسات اللي انت خدتها والنتائج بتاعتك، كل المطلوب منك ان انت تخليهم يتبعتوا اون تايم. فمثلا في حاله لو انت طالب في الجامعه الامريكيه الجامعه نفسها بتبعتها لك، انما في جامعه القاهره انا رحت واخدت الترانسكريبت وحطيته في ظرف. الختم لازم يكون معمول كويس، لازم تكون متابع ايه المطلوب بالظبط عشان الترانسكريبت يروح. ما تقلقش من جي بي اي زي ما اتكلمنا. بلاننج اهد معناها ان انت تبص على امتى التوقيت بتاعه الوصول وبتاعه وصول الترانسكريبتس وتعمل حسابك انها توصل قبليها، ومش اخر الدنيا لو ما وصلتش في الميعاد، لان عاده الترانسكريبت ده بيكون حاجه اجرائيه، بس حاول تخليها توصل في ميعادها. ايه حكايه الريكومنديشن ليترز؟ مطلوب منك ان انت تجيب، عاده بيبقوا استاذين الى ثلاثه، يقولوا ان انت شغلك ده اللي انت اشتغلته معاهم له قيمه، وهم بيعملوا ريكومنديشن ليك انك تشتغل كطالب في الجامعه الفلانيه. فانت لازم تنقي مين الريكومندرز المناسبين. بمعنى لو عندك حد اشتغلت معاه فتره طويله ويعرفك كويس قوي، اهم بكتير من واحد ما يعرفكش خالص بس يعرف مداخل الجامعات. يعني مثلا انت تعرف حد اتخرج من يوبان وهو هناوي يكتب لك ريكومنديشن لتر وانت هتقدم على يوبان ونفسك تروح، الاهم من الراجل ده واحد عارفك فيقدر يتكلم عليك بالتفصيل، لانه هيتكلم على كل حاجه بالتفصيل. هيتكلم على علاقته بيك وهيعرفك من قد ايه واشتغل معاك ان وات كاباسيتي، يعني كان هو مديرك، كان هو مشرف بتاعك، وشغلك كان شكله عامل ازاي، وهيدوله لسته وهيبتدي يقيمك من 1 to 10. فبالتالي لو واحد ما يعرفكش هيقلف، واحتمال كبير يبقى عايز يكرمك فيحط لك كله 10، فاول ما يشوفه كله 10 يقول لك ده بيخرف. فانت لازم تنقي كويس قوي مين الريكومندرز اللي هتيجي تتكلم معاهم. عاده بيبقى 3 ماكسيمم 5. خليك واثق من اللترز بتاعتك انها هتكون كويسه ان شاء الله. ما تنقيش حد حتى لو كان مين هيكتب لك لتر مش كويس، لان انت هتضطر ما تشوفش اللتر، ودي الحاجه النقطه اللي جايه على ما اظن. ويفنج يور رايت تو فيو ذا لتر، دي نقطه تكنيكال صغيره قوي. لما تيجي تقدم وتقول حط، انا هحط ريكومندرز، السيستم في امريكا على قد ما انا فاكر لحد دلوقتي ان انت بتحط الريكومندرز ثرو ايميلز. يعني انت بتقول انا دكتور الفلاني، وعلى فكره ممكن تقول المهندس الفلاني المشرف عليك في الشركه اللي انت بتشتغل عليها، المهم يكون عارفك كويس ويعرف يكتب فيك لتر كويسه. عاده بيطلبوا انهم يكونوا اكاديميين، وواحد يكون بروفيشنال لو انت بتشتغل في صفه بروفيشنال. المهم بيقول لك انت من حقك في قانون، يعني في القانون الامريكي، ان انت تشوف الريكومنديشن لتر ده، وبيديك الاوبشن ان انت ترفض انك تشوفه، ويف يور رايت، يعني تتنازل عن حقك في رؤيه الجواب ده. الرياكشن بتاعي انا الاولاني وغالبا هيكون الرياكشن بتاعكم انا عايز اشوف الجواب، انا عايز اشوف هو كتب فيه ايه، ده الطبيعي يعني. بس انا اتقال لي من حد ان انت كده بتضعف الابلكيشن بتاعتك. ليه؟ لان هو عارف ان انت شايفه، الناس اللي بيراجعوا وراك الابلكيشن عارفين ان انت شايفه، شايفين ان انت شايفه، فبالتالي عارف ان الراجل اللي بيعمل لك الريكومنديشن ده ممكن يكون بيبالغ، لانه هو جاي له الجواب، جاي له الايميل بتاع اعمل ريكومنديشن لكذا، بيتقال له he did not waive his right، يعني هو ما اسقطش الحق بتاعه في ان هو يشوف اللاتر بتاعك. فبالتالي خليك واثق من نفسك ومن المشرف او من ايا كان اللي بتشتغل معاه، وخليه يكتب اللاتر وتوكل على الله. Again, planning ahead، يعني ال recommendation letters دي ممكن تكون أصعب حاجة بالنسبة لك في موضوع ال planning، لأنها مش في إيدك خالص. أنت بتكلم 3 دكاترة هم أصلا مش فاضيين لمكاتبهم ولا فاضيين للتدريس، فبالتالي لازم تروح لهم من بدري قوي وتقعد تزن لحد إن شاء الله تشوف إن 3 عملوا لك أو 5 عملوا لك ال recommendation. موضوع متعب. Financial aid ده أهم حاجة. طيب، ف
في كل ابلكيشن عاده هيكون في فاينانشال ايد. هم مش شرط يكون عندهم فلوس بس هم عندهم ابلكيشن للفاينانشال ايد. تاني اللي جاي متاخر الجامعه بيبقى عندها دخل من حتت كتيره جدا، منها التويشنز بتاعه الطلبه التانيين، منها منح او تبرعات، وبتترجم الى فاينانشال ايد بكذا طريقه، منهم تيتشنج اسيستنت او ريسيرش اسيستنت او سكولرشيب. في الحاله دي انت محتاج تفهم ازاي بتابلاي، يعني تخش على كل بروجرام وتدور فين الفاينانشال ايد في البروجرام ده في الويب سايت بتاعه. دونت مس ا ديدلاين، ما هتقدم بعديها هتترفض على طول، انت واحد مش مهتم اصلا انك يجي لك فلوس. لما تيجي تكونتاكت فاكولتي، ودي النقطه اللي جايه ان شاء الله، يعني تيجي تقول انا دكتور الفلاني عايز اشتغل معاه، ميك شور ان هو عارف ان انت محتاج فاينانشال ايد. يعني بتقولها طبعا بطريقه ظريفه ان انت بتدور على منحه او بتدور على شغل ريسيرش، وما تتكسفش في الابلكيشن انك تقول انك مش لو ما اتقبلت، لو اتقبلت من غير فاينانشال ايد مش رايح. في ناس بتخاف انها تقول كده فتقلل فرصها. اقول لكم التريك شكلها عامل ازاي. قبلوا 7، هم عندهم فاينانشال ايد لثلاثه. الثلاثه دول بيبصوا على الابلكيشنز، لقوا واحد بيقول انا ممكن اجي وانا معايا فلوس، واحد تاني قال انا مش جاي. هيدوا الفاينانشال ايد لمين؟ اللي مش هيجي عشان يجيبوه. انت ما بتتقبلش على قدرتك على دعم نفسك ماديا، انت بتتقبل على قدرتك العلميه او قدرتك البحثيه او على قدرتك المعماريه. وموضوع الفلوس بيجي سكندري. في بعض الابلكيشنز لازم تثبت انك معاك فلوس. انا لما كان في ابلكيشن في جامعه معينه طالبين الموضوع ده، قدمته ما قدمتهاش، وبعد ما اتقبلت قالوا لي بعت لنا موضوع الفلوس وادوني المنحه، وما كانش فارق معاهم الموضوع ده. فانت تقدم وتتوكل على الله وتقول لو انت مش ناوي، لو انت معاكش فلوس انا مش هقدر، وما تخافش، لان انت لو اتقبلت هتتقبل كده كده. يبقى القبول الاول، بعد كده الدعم المادي. apply anyway، يعني حتى لو انت عارف 100% ان هم ما عندهمش فلوس apply. في جامعه معينه لما قدمت فيها كان صراحه كده، هو ما فيش فلوس، وهي دي اول جامعه جات لي منحه كامله، ما كانوش كاتبينها. هم عاده بيبقى عندهم منح لظروف معينه وما بتبقاش ظاهره على الويب سايت، مع ان البوليسي بتاعتهم ان كل حاجه تكون شفافه، بس ساعات بيكون فيه. انت بتقدم وتقدم على الفاينانشال ايد وربنا يسهل. You don't have to follow the money. الحته دي مهمه قوي. يعني مش معنى انك جالك منحه من اتنين، واحده منهم منحه كامله والتانيه لا، ان انت تروح للمنحه الكامله لو مش ده البرنامج اللي انت عايز تروحه، او مش ده الدكتور اللي انت عايز تشتغل معاه، التانيه افضل لك. احتمال تروح تثبت نفسك هناك ويجي لك فلوس من هناك، والاحتمال كمان ان الراجل اللي انت رحت تشتغل معاه يمشي يروح جامعه تانيه. فيعني روح مكان ما قلبك عايز. عندك سؤال؟ لا؟ طب شكرا. الانترفيو ربنا يستر. مفيش حاجه اسمها في دراسات العمارة على قد ما انا قدمت ان الانترفيو ده انزل، ان انت لازم تعمله. بس انا هنا بقى الدعوه ان انت تحاول تجيب انترفيو. نفهم الاحتياج للانترفيو ده شكله عامل ازاي. هو هيتكلم على التقديم في الدكتوراه عشان اكون سبيسيفيك جدا، هينطبق على الماستر بس بشكل اخف. وانت بتقدم 300-400 واحد بيقدموا من جامعات العالم كلها، منهم جامعات بالنسبه لهم معروفه جدا، وهم هيقبلوا 6 أو 7. هيقبلوهم ازاي؟ هيصفوا من ال 300 دول كل الناس اللي they don't meet the minimum requirement، اللي مش بيقابلوا الاحتياجات الاساسيه، الناس اللي بتقدم وخلاص. وبعد كده هتخش في كوميتي. الكوميتي دول تقريبا شبه بيتخانقوا مع بعض على مين فيهم هياخد انهي طالب. دول الدكاتره اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. لما الدكاتره يقرروا ان هياخد الطالب الفلاني، بيقرروا بيزد على ان هم عملوا معاه كوميونيكيشن، او ان هو شكله كويس في السي في، او ان هو شافوه. فهنا انا بحاول اعلي الفرص بتاعه القبول بان انا اعمل شبه انترفيو. هو مش هيبقى انترفيو، هو شبه انترفيو. بتتحول ساعتها ان انت ما بقتش ورقه، فساعتها انت لما تيجي تقدم ما بتبقاش بالنسبه لهم ابلكيشن، ما شوفوهاش، وده ريسك، لان ممكن يكون بوزيتيف ونيجاتيف. بمعنى انت ممكن تتحول لشخص غير مرغوب فيه، او شخص مرغوب فيه جدا بيزد على الانترفيو اللي انت عملته ده. الحركه اللي انت المفروض تعملها انك بتكونتاكت فاكولتي ممبر واحد بس. يعني انت بتقول انا هشتغل في البروجرام الفلاني وعايز اشتغل مع فلان، هتبعت له الايميل. الايميل عاده بيبقى 3 باراجرافز. الباراجراف الاولاني بتعرف نفسك،
الباراجراف الثاني انجازاتك او ما يميزك، الباراجراف الثالث بتقفل بسؤال. لكنك انت لو قفلت ان انا بعرف نفسي وعايز اقدم وما سالتش سؤال هيرد ليه؟ انت لو سالت سؤال وهو كان مهتم بانجازاتك وانت عملت اتاتشمنت للسي في بتاعك في الايميل، شاف الايميل، شاف ان انت ناوي تقدم على البرنامج الفلاني وعايز تشتغل معاه، شاف انجازاتك وشاف ان انت شخص جدير، هيبتدي يفتح معاك conversation. لما توصل لمرحلة I recommend you to apply، يعني انا برجح ان انت تقدم وان شاء الله هشوف الابليكيشن بتاعتك، لو انت عندك القدرة انك تسافر وتعمل انترفيو هتقول له الرد الاتي، يعني هتقول له انا مثلا ناوي ازور سياتل sometime by the end of this year or the beginning of the next، يعني في مكان ما ما بين ديسمبر ويناير او يناير وفبراير، ولو ينفع اقدر اقابلك ونتكلم في ريسيرش، و is there a suitable time for you. لما بقول نتكلم في ريسيرش ده معناه انت مش بتقول انا عايز انترفيو، انت بتقول انا عايز نتكلم في بحث او ابحاث اللي انت بتعملها. فبالتالي انت مع هو معلوش اي عبء، يعني معلوش عبء ان هو يجيب لك فيزا، معلوش عبء ان هو يشوف لك اي حاجه، هو كل العبء بالنسبه له ان هو هيديك نص ساعه من وقته انك تتكلم معاه. Is there a suitable time for you؟ انت قفلت الكونفرسيشن من اساسه، هو انت بتساله احنا انت خلاص تعديت مرحله ان انت هتقابله، ايه الميعاد المناسب؟ هو اللي هيقترح، يعني هو السؤال هنا ممكن يبقى الانترفيو ده اونلاين، ما هو مش هيبقى انترفيو ساعتها، انت هتقول له ينفع نتكلم في ريسيرش على سكايب مثلا، هينفع نعمل سكايب كونفرسيشن، ما تقولش كلمه انترفيو بس مش اكتر، يعني لان هي مش انترفيو فعلا، انت رايح فعلا تشوف الابحاث شكلها عامله ازاي. لو وصلت للمرحله دي مع وان فاكولتي ممبر وقال لك تعالى انا موجود، بتبتدي تخطط لرحله، تقول انا فيها هنزل مثلا، لو انت مثلا رايح في حته بتاعت كاليفورنيا انا هروح ازور بيركلي ويو سي ال اي ويونيفرسيتي اوف ساذرن كاليفورنيا مثلا، ثلاث اربع جامعات في المنطقه، تحجز تذكره الطياره، الفيزا مش هقدر اساعدك فيها، توصل هناك تبتدي تلاقي تأجر عربية، ودي نصيحة كويسة قوي انك تبتدي تفكر في ازاي توصل للجامعات في امريكا بانك تأجر عربية. ده اللي انا عملته في مرحلة البحث عن انهي بروجرام. هتلف جامعات وهتحدد مواعيد مختلفة، وعادة لو جالك الميتنج ده مع شخص واحد، مع فاكولتي ممبر واحد، ممكن كمان تكونتاكت فاكولتي ممبر تاني، يعني الناس اللي كانت موجودة اللي ما كانتش موجودة سوري، في رانكس ما بين البروفيسورز، في كل بروفيسور له تقييم معين، في ناس بتبقى فول بروفيسور اللي هو الناس اللي هي لها انفلوينس او لها تاثير جامد في القسم، تحب بعد ما تكون عملت اتصال مع واحد تكون عامل اتصال مع واحد تاني وتقول له انا عايز اتعرف بالبروجرام. بالتالي لو انت عملت الزياره دي تقدر تشوف اللي ماسك البروجرام ده وتتكلم معاه عن القسم، انت بتحول نفسك من ان انت بقيت ورقه لشخص. واحنا الحمد لله بيبقى عندنا كاريزما كويسه، وموضوع ان احنا مصريين بيبقى له انفلوينس معين عشان خاطر الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، وبدون الدخول في التفاصيل كانت تجربه بالنسبه لي كويسه جدا. طبعا اتكلمنا بقى خلاص على موضوع الفيزا والسواقه وكده، ان انت بتاجر عربيه وتلف ما بين المدن وكده. طيب حبه هنتس كده انا بخلص، حبه هنتس بلان اهيد، يعني انا لو شفته كم مره انا كتبتها ده مش مشروع مش هيتطبق عليه، ده بيتعمل في ثلاث شهور. لازم تبقى عامل بلانز للتوفل، وعامل بلانز للجي ار اي، وعامل بلانز للريكومنديشن ليترز، لازم تكون واخد الموضوع ده بجديه. حاول تريجستر ايرلي للامتحانات دي، وعاده بتروح الامتحان على قد ما انا فاكر معاك الباسبور، خش بالباسبورت عشان هو ده الايدنتيفيكيشن بتاعتك. انا بس بحاول انا بفكركم زي ما انا كنت فاكر كان شكلها عامل ازاي، يعني ليه بتبلان ايرلي؟ عشان لو في امتحان ما عملتش كويس تمتحنه تاني. معظم الابلكيشنز بتتعمل بالكريدت كارد، فلو انت ما عندكش كريدت كارد شوف هتطلع كريدت كارد ازاي، وان هو بيشتغل على الانترنت ولا لا. كل ما تطلب كوبيز من الترانسكريبتس او تطلب او بتطبع كوبيز من البورتفوليو اعملها اكتر واكتر، عشان خاطر غالبا هتحتاجها اكتر من انت من البلان بتاعتك، هتحتاجها اكتر بكتير. اكتئاب بقى، اترفضت وشفت مكتئب ازاي، فانت اترفضت ليه؟ مفيش اي حاجه بتضمن دخولك، ومفيش اي حاجه لها علاقه بشخصيتك او بقدراتك هي اللي تضمن لك انك تخش او تترفض. انت بتقدم وبتعمل اللي عليك، ولو اترفضت في ظروف كتيره جدا جدا
في ظروف بتاعه تفصيله ان مفيش اصلا فاندنج وان هو لازم عشان يقبلك يقبلك بفول فاندنج، فهو ما عندهمش فلوس فهيقبلوا شخص واحد بس فقبلوا واحد تاني وكان بيشتغل معاهم. مش في ايدك، هي فيها توفيق من عند ربنا كبير. dont give up، يعني مره واثنين وثلاثه، طالما ده حلم عندك بالنسبه لك انك تدرس بره، وزي ما اتكلمنا ان الهدف الرئيسي بتاعك هو التعليم، انت عايز تتعلم وعايز تفيد بلدك، وممكن على فكره تفيد بلدك من بره كمان بانك تساعد ناس عايزين يقدموا او تساعد ناس في انهم عايزين يشتغلوا بره. ف dont give up. لو في ناس عملت معاها انترفيوز واترفضت، اوعى تنسى تقول لهم شكرا، لان الناس دي في يوم من الايام هيبقوا الكوليجز بتوعك. يعني انت هتقول هتشتغل مع حد معين في المستقبل، والشخص اللي انت عملت معاه الانترفيو رفضك وانت ما شكرتوش وهو فاكر ان هو رفضك، فخلاص انت بتحاول تبني علاقات وبتحاول تعمل نتورك كويسه. انبسطنا بقى وجت اكسبتد، هنقي انهي بروجرام، هنقي انهي جامعه. في فاكتورز كتيره جدا تخليك تقيم البروجرام اللي انت بتقدم عليه، منها حاجات انت عاده ما بتفكرش فيها زي الفاكولتي شكله عامل ازاي، البروجرام شكله عامل ازاي، القسم نفسه غير البروجرام شكله عامل ازاي، المدينه اللي هتعيش فيها شكلها عامل ازاي، الفلوس اللي هيدوها لك قد ايه، في اكتيفيتيز ليور سباوز، يعني لو كان جوزك او مراتك، ممكن جدا عادي بنت تسافر وجوزها يجي على الفيزا بتاعتها ويبقى ملوش شغل، فيا ترى البلد اللي هو هيبقى فيها، المدينه اللي هو هيبقى فيها شكلها عامل ازاي، هتبقى مناسبه للاطفال ولا لا، خطر ولا امان، فيها عنصريه ولا لا. انا الحمد لله لحد دلوقتي ما تعرضتش للعنصريه. follow your heart، دي النصيحه اللي اتقالت لي من وانا في ثالثه عماره، امشي ورا اللي قلبك عايزه، لما تحس ان في حاجه مش لوجيكال، حاجه مش عقلانيه بالنسبه لك، الفلوس مش هتكفي، يعني انت جالك منحه وفلوسها مش هتكفي فور شور، خلاص انت عارف، وبس قلبك بيقول ان خلاص انا عايز اسعى، انا عايز اجري وراضي وربنا يسهل. انا عن تجربتي الشخصيه follow your heart، وايمانك بربنا هيخليك تتخطى المصاعب دي ان شاء الله. لو جالك كذا اوفر وبتبتدي بارجن، يعني ساوم، صح ساوم، يعني تبتدي تساوم، جالك بقى اوفر من جامعتين، واحد منهم فول فاندنج والتاني لا مش فول فاندنج خالص، بالعكس ده هم اصلا ملقلقين مش عارفين ياخدوك ولا لا، وحطوك على ويتنج ليست، الاوفر اللي جاي لك من التاني يخليك تشد في الاولاني. يعني ايه؟ يعني هبعت للدكتور اللي انا اتكلمت معاه، وده اكزامبل من الايميل، I hope you are doing well. Thank you again to, for help in admission للدكتوراه اللي انا قدمت عليها، وانا بقول لك ان في admission status تانية في programs تانية، انا جالي قبول في جامعة كذا وكانت fully funded، والجامعة دي مدياني fellowship، يعني مدياني scholarship، مدياني منحة كاملة، ومدياني كمان ما ادفعش مصاريف وما ادفعش health insurance، ومدياني كذا $1,000 في السنة عشان مرتب. وانا عايز اعرف تفاصيل للفاينانشال ايد بتاعتك او الفاينانشال ايد بروجرام بتاعتك، لان البروجرام بتاعك ده هو الموست انترستنج ليا. طيب انت بعت له كده وانت جالك، يعني جالك اوفر تاني منه، انت عملت ايه لما انت بعت كده؟ هو انت خدت ريسك، لان هو احتمال كبير ما يكونش معاه فلوس، او هو عنده مستني. الريسك ده مش هيبقى نيجاتيف، لان اسوأ الفروض هيقول لك ما عنديش، احسن الفروض يقول لك عندي، ولما يقول لك عندك يبقى هو يا اما هيماثل الاوفر اللي هو جالك من الجامعه الثانيه، يا اما هيديك اوفر احسن وبالتالي تشد حيلك شويه. في حالتي انا ادوني اوفر احسن شويه، ما ماثلش واخدت ريسك ان انا روحت مش الاوفر الكامل. يعني يفضل النيجوشيشنز دي او المساومات دي تتعمل في التليفون، خصوصا لو عملت علاقه مع الراجل اللي انت بتتكلم معاه. ليه؟ لان في الايميلات بتبقى جافه قوي، لما تتكلم في التليفون وتقول انا نفسي اشتغل معاك وانا عارف ان انا هقدر ابقى برودكتيف في القسم عندك وحاجات زي كده، بتبقى مور انترستنج بالنسبه له ان هو يسمع صوتك، وبالتالي انت بيبقى لك انفلونس اكتر. طيب منح التعليم المصريه، مش اللي جايه من الجامعات، مش اللي جايه من ريسيرش اسيستنت، ومش جايه من تيتشنج اسيستنت، ومش جايه من سكولرشيب، في مجموعه كبيره واكبر من كده، بس دول اللي انا تعرضت لهم.
وفي لستة كبيرة كده إن شاء الله يعني هحاول أعمل لها بوست للحد للناس اللي متابعة اللي أنا بعمله بوستنج على فيسبوك. يعني أول واحدة فول برايت، بتقدم على فول برايت، فول برايت بتتولاك وأنت تقوم مقدم على الجامعات وبيجي لك منحة منها. سيتدل كابيتال اللي هي بتقدم عليها وهم بيدفعوا لك كل المصاريف المصري، وفي وزارة المالية في منح كاملة للناس اللي بتتقبل في MIT وهارفارد. أنا هتكلم عن المنحة الأخرانية دي كويس وهقول لكم إيه العيوب في المنح دي كلها بالنسبة لي. أحسن منحة بالنسبة لك اللي تيجي من الجامعة اللي أنت بتقدم فيها. ليه؟ المنح دي كلها مشروطة، الشرط فيها إنك ترجع مصر. طيب هل هم يا ترى هيدوروا الناس اللي مسؤولة عن المنح دي ويجيبوك؟ عادة ولو عرفت تهرب بطرق غير مشروعة أنت عايش بفلوس، فيعني فكر بقى مرتين قبل ما تعمل حركة زي كده. فبالتالي المنحة اللي تجي لك من جامعة زي MIT مثلا وبتاعت شغل مش هتأذيك، تقدر تستمر في دراستك هناك، ولو عايز حتى تشتغل سنة ولا اتنين قبل ما ترجع ده بالنسبة لك يبقى كويس. المنحة بتاعت هارفارد و MIT، انت قدمت في هارفارد و MIT والحمد لله اتقبلت، في منحة كاملة بتديك تويشن تشيل لك المصاريف، ستايبند مرتب شهري، هيلث انشورنس تأمين صحي، وكمان بتعفيك من الضرائب. يعني لو انت بتاخد $2,600 في الشهر هتاخدهم 2600 مش هيتاخدوا 2100، لان ده بتبقى كيس الطبيعي هنا بيتاخد منك ضرائب فيدرال وستيت حوار موضوع. ف لو هتقدم على منحه زي دي بعد ما تتقبل ان شاء الله في MIT ان شاء الله، ان شاء احنا عندنا كتير قوي من المصريين واخدينها، واول ما يخلصوا ان شاء الله المفروض انهم يرجعوا ويرجعوا يفيدوا البلد ان شاء الله. وكانت المنحه شكلها عامل كده، ان المفروض ان الواحد بيقدم يستفيد من علم الدوله اللي هو فيها اللي هي في الحاله دي MIT وهارفارد على جامعات في امريكا، يرجعوا ياخدوا مناصب في البلد، مش شرط تكون حكوميه، ممكن حتى تكون مناصب المهم انك تكون موجود في البلد. فانا بنصح اي حد بيقدم ان شاء الله على MIT ما يخافش من موضوع الفلوس، MIT بالذات ما تخافش من موضوع الفلوس. لو ما جالكش منحه من البروجرام اللي انت بتقدم فيه بتقدم على المنحه دي وعاده بتتقبل. اعرف كيسز ما اتقبلتش لان في كذا واحد قدم في نفس الوقت، بس معظم الكيسز اللي اعرفها اتقبلت. فدي يو لوك انتو ات، يعني بتبص عليها بعد ما تتقبل ان شاء الله. ملخص خلاص انا بقفل، ملخص ده جدول متخيل ان الواحد فيكم لما يجي يقدم هيعمله، ده اللي انا بنصحه، يحط فيه عدد الجامعات هنا والتقسيمه بتاعه الجامعات دي تطلباتها ايه متطلباتها ايه. اول حاجه اسم الجامعه، اسم الشخص اللي انت هتعمل له كونتاكت، الديدلاين بتاعها امتى، يعني مثلا جامعه بتبقى 5/12 في جامعه تانية هتبقى 2/2/2/2 وفي جامعه تانية هتبقى 15/1. الفي بتاعه الابلكيشن عشان تبقى عارف كده هتدفع كام ان شاء الله. الترانسكريبت بتاعتهم يا ترى بياخدوها الكترونيك بس ولا بياخدوها الكترونيك وميل، يعني بيبعتوه بتبعتها كمان بظرف. كام ريكومنديشن لتر، شكلهم عامل ازاي، السي في بتاعهم في اي شروط ولا لا، ساعات في ناس بتقول شروط في السي في. لو في ستيتمنت اوف بيربس، يعني لو في ستيتمنت بتاعه التقديم كام كلمه، الرايتنج سامبلز محتاجينها ولا لا، في جي ار اي كات اوف ولا لا، ان اي يعني نوت افيلبل، في بعض الجامعات ما بتعوزوش من اساسه، الجي بي اي المطلوب كام، التوفل المينيمم سكور المطلوب ده لازم نبص عليه لان عاده بيبقى فيه، انستتيوشن كود ده الكود بتاع الجامعه اللي انت بتقدم عليها عشان تبعت لهم التوفل نتائج التوفل ونتائج الجي ار اي، واخر حاجه البورتفوليو، ساعات بيحطوا تفصيل دقيق للبورتفوليو المفروض يكون على شكله عامل ازاي، وبالتالي الابلكيشن بتاعتك ما بتكونش واحده لكل الجامعات. ده كده ملخص اللي انا اتكلمت عليه النهارده كتقديم. انا معايا رساله من الطلاب بتوع طلاب والافيليتس بتوع MIT، فيديو احنا حطيناه على يوتيوب، احنا عاملين انترفيوز مع كل الناس اللي موجوده في MIT وان شاء الله هيطلع في سبتمبر. الانترفيوز اللي احنا عاملينها دي هتساعدكم ان شاء الله في التقديم سواء كان عماره او غيره. هي الفيديوز دي ما كانتش بكواليتي مناسبه فبالتالي انا بوريها لكم، بس هي غالبا هيتحط فيديوز بكواليتي احسن ونشوف بقى. رسالتي ونصيحتي لاي حد بيخلص سواء مدرسته وعايز يكمل undergrad هنا، او سواء خلص ال undergrad وعايز يكمل graduate studies او يعمل post doc، ان هو يبدا الابلكيشن بروسس بدري شويه لان الموضوع بياخد اكتر من سايكل وبيحتاج ان هو يتراجع اكتر من مره. Make connections with the professors and find those professors اللي هم هيبقوا مهتمين انهم يساعدوا. اهم حاجه بالنسبه للمصريين بيقدموا انه لازم
يخلي البروفيسور اللي بيقدم له هنا في MIT يحس ان هو interested في الريسيرش بتاعه. طبعا ده بجانب ان هو لازم يبقى الجي بي اي بتاعه كويس قد ما يقدر، يحاول يتارجت الحاجه اللي هو هيجي يعملها، يعني يبقى فاميليار بالقسم اللي هو اللي رايحه او التخصص اللي هو رايحه، ويبقى عارف هيعمل فيه ايه. يحاول ان هو من هو بيقدم يحاول ان هو يكونتاكت البروفيسورز اللي هو ناوي يشتغل معاهم، ويحاول ان هو يشوف ايه الانترست بتاعهم واذا كان ده يناسبه ولا لا. في تحضيرات معينه لازم تعرفها، يعني انت مثلا ما ينفعش تيجي هنا من غير ما يبقى عندك بابليكيشن ريكورد. النهارده انت لو جاي مخلص وعملت ماجستير، هو متوقع دلوقتي منك ان انت لازم تكون عندك بابليكيشنز وانت بتنافس دلوقتي الناس اللي جايين من MIT وجايين من بيركلي وجايين من جامعات العالم كلها. فانت مش هيجيبك الا لو كان عندك سترونج بابليكيشن ريكورد، مش هيجيبك الا لو كان عارف انت عارف انت بتعمل ايه، وبالتالي البحث بتاعه بيبقى ريكوجنايزد على مستوى العالم، ويقدر ساعتها يثبت انه شغله على مستوى الجامعات الكبيره زي MIT، وان هو هيبقى منتج في الديبارتمنت لما يجي. هم تراي تو ببلش بيبرز بيفور كومينج هنا، يحاولوا ان هم يبقى عندهم كريتيكال ثينكينج، ان هم يسالوا اسئله كتير، مش ياخدوا الحاجات فور جرانتد ويقولوا انا كده خلاص هي قال كده او انا قريته في الكتاب كده. الكتاب ممكن يبقى غلط، البروفيسور ممكن يبقى غلط، غلطوا الناس، اسالوا كتير. الاماكن الكبيره بتستثمر فيك كانسان، الاماكن الكبيره بتعلمك انوفيشن، بتديك سكيلز، بتخرجك، بتعلمك عن الحياه، وبتعلمك عن العلم اللي انت جاي تدرسه. فالاند ريزلت انه مش ان انت تلاقي شغل وبس، لا، هم عايزين يستثمروا فيك عشان انت تخرج من الجامعه بتاعتهم وانت تخلق وظائف شغل للناس. Don't be shy, don't feel because I didn't study at some fancy university necessarily that I can't come to MIT and be in Excel and be one of the top students. انا شايفه انه العلم هو وسيلتنا الوحيده دلوقتي ان احنا نطلع بمصر ان شاء الله، وحديها تعرف تتسابق مع دول العالم زي امريكا زي انجلترا، وفعلا يحققوا اللي هم عايزينه، بس ما ينسوش بقى ان هم يرجعوا مصر. زي المجتمع هنا مجتمع عاوز نتائج حقيقيه، وانت قادر ان انت تطلع النتائج الحقيقيه دي، بس امشي في الطريق الصح. لازم يبقى عنده يقين ان هو ان شاء الله هيجي وما يتاثرش بكلام اي حد، ويعمل كل اللي يقدر عليه وكل حاجه في الابلكيشن بروسس عشان يتقبل. هو البيرسونال مسج للناس تقدم في MIT، لاني انا شايف ان من الناس الانترستد في المجال بتاعي اللي هم الاكاديميا بيخافوا يقدموا في الكليه زي MIT او اي توب رانك. فالمسج الاساسيه ان الناس تقدم. اهم حاجه الاصرار، واهم حاجه ان الواحد ما يقص ويجرب مره واثنين وثلاثه واربعه. مفيش اي حاجه تبقى حاجز ما بينك وما بين حلمك. طيب انا بشكركم جدا. انا عارف ان انا طولت عليكم، وانا عامل حسابي خلاص الساعه 8، فانا اللي فيكم مش عايز يسمع الاسئله طبعا، يعني احنا ممكن نتواصل من خلال الصفحه بتاعتنا بتاعت الايجيبشن ستودنت اسوسيشن ات MIT. بليز على فيسبوك اعملوا لنا لايك، وانا مش حاطط الايميل دي غلطه مني انا، فبعتوا لنا مسج منها وانا